يا صباح السعادة والهنا والسرور والانبساط والأمل والتفاؤل والعمل والخير، ودايما ويانا هنا في يوم جديد، يوم سعيد مليان فقرات كتيرة جدا ومتنوعة، ودايما دايما دايما مبسوطين معانا، ويومكم سعيد على قناة المحور. صباح الخير. صباح الفل عليك يا علا، صباح السعادة والرضا والتفاؤل وراحة البال علينا وعلى زمايلنا وعلى كل اللي بيتابعونا على شاشة المحور في يوم سعيد. هنكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 بفقراتنا المعتادة، ودايما زي ما بنقول بنرحب بكل اقتراحاتكم وأفكاركم علشان تكون معانا هنا في يوم سعيد، وان شاء الله انها تنال اعجابكم. نبدا فقرة. احنا طبعا في يوم سعيد يعني عندنا اهتمام كبير جدا بالشباب، بتلاقوا معانا نماذج شبابيه مميزه في كل المجالات وكل التخصصات، وده يعني الحقيقه ايمانا مننا بدور الشباب اللي بيمثل نسبه كبيره جدا من المجتمع المصري والعالم كله. الحقيقه ان نسبه الشباب يعني نسبته عالية جدا في مصر، تقريبا بتوصل 60%، وفي العالم مقاربة ل 50% تقريبا. النهاردة اليوم العالمي للشباب، وإحنا في مصر عندنا اهتمامات كتيرة جدا، ويمكن من أهم الإنجازات أو من أهم الفعاليات اللي ممكن يكون الشباب شريك فيها بشكل مباشر وقوي جدا هو منتديات الشباب، اللي كانت بدأت بمنتديات الشباب محليا في المحافظات، ثم بفكرة منهم في واحدة من نسخه عرضوها على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون في منتدى شباب للعالم، واستضافته مصر وشرم الشيخ تحديدا في عدة نسخ، اللهم إنه توقف مرة واحدة بسبب الكورونا، وده يعني كان بسبب الجائحة اللي حصلت في العالم. عشان كده احنا حلقتنا النهاردة وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، وبمناسبة إن احنا مهتمين في بلدنا مصر بالفئة المهمة جدا وهي الشباب، احنا هيكون شكل حلقتنا مختلف بشكل كبير، وهنتكلم عن الشباب وعن تفاصيل كتير كده متعلقة بالشباب. مظبوط؟ صحيح، لأن زي ما بنقول كده دايما احنا شباب يعني برضو احنا الشباب برضو يعني، وفي حاجة دايما احنا بنقول مصر دولة شابة، والشباب طبعا نسبة كبيرة زي ما علا قالت، ولكن دايما بيتم تأكيد ان بيتم تأهيل الشباب علشان يكونوا هم صناع القرار حاليا وفي المستقبل بالتأكيد، بدون برضو ما يكون في أي إخلال بالكبار وهم ليهم الخبرة والباع الكبير، فبتتكامل العملية ما بين الخبرة وما بين حماس الشباب. علشان كده بنكون دايما حريصين، والدولة بيكون حريصة على فكرة تمكين الشباب، ولكن لما بيكون في نجاحات أكبر للشباب ده بيفرح جدا كل أهليهم وبيفرح مصر كلها، ودينا شفنا مبارح مصر كلها كانت فرحانة بالميداليات اللي حصدها الشباب برضو المصري في الأولمبياد. فبالتأكيد حلقتنا هنتكلم فيها عن الشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ويا رب مصر دايما يا رب يعني شبابها بيها وبحماسه وبمجهودهم وبالتكامل مع خبرات برضو الكبار، ان شاء الله مصر الاحسن بالتاكيد. يعني بالتاكيد كمان احنا امبارح واحنا بنبارك لابطالنا الشباب اللي شاركوا وحققوا نجاحات في اولمبياد باريس، عرفنا ان مثلا كابتن احمد الجندي كان عنده اصابه في الكتف شديده جدا كانت ممكن تمنعه من انه يدخل هذه المنافسات ويفوز فيها، وهو حقق طبعا يعني رقم قياسي غير مسبوق، وهيظل محفور باسمه يعني مدى التاريخ زي ما اتكلمنا امبارح، لان الفروسيه نظرا لانها فيها يعني بعض المشكلات اللي يعني اللي مش ما فيهاش حسم او ما فيهاش مراعاه لكافه المستويات وفكره القرعه للفرس وكده، فاتقرر ان هي يتم شيلها. النقطه المهمه اللي عايزه اتكلم فيها ان الفريق الطبي اللي مشرف على حاله دكتور احمد الجندي هو اطباء مصريين شباب من القصر العيني، متخصصين في يعني هذا القسم والاهتمام بالرياضيين، والحقيقة أنهم هم كمان إذا كابتن أحمد الجندي تحامل على نفسه وأدى أداء مشرف وقدر يحصل على الذهبية، فهم كمان قدروا أن هم يثبتوا أن هم أطباء مميزين جدا، أنهم متعلمين حلو جدا في كليتهم،
وانهم بارعين في الاهتمام ببطلنا الرياضي احمد الجندي. ودي حاجه من الحاجات الحقيقه اللي اسعدتني امبارح وانا شايفه حد من اصدقائهم كاتب على وسائل التواصل الاجتماعي وحاطط اساميهم، واحنا ما حدش مننا الحقيقه في اي حته اتكلم على الفريق الطبي الا امبارح كده مر الكرام يعني لما عرفنا انه مصاب. لكن طبعا من الحاجات برضو المميزة والحلوة واللي ساعدنا بيها وهي زيادة مكافآت الميداليات الأولمبية، كان المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قرر بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمة مكافآت الفوز بالميداليات خلال أولمبياد باريس 2024. طبعا يعني مسألة الفريق الطبي على فكرة ده شيء مهم جدا، لأن هي منظومة متكاملة فعلا. لولا الفريق الطبي اللي زي ما كانت النقيدة الرياضية اللي مشرفانا كنا بنتكلم عن مسألة أنهم مصاحبين دي في كل الخطوات وفي كل المراحل، فهم سبب برضو من أسباب الفوز لهذا البطل، فكل التحية ديهم. وأيضا هم من الشباب، وزيادة الحوافز وزيادة الجوائز بالنسبة للميداليات هم يستهلوها، أبطالنا بالتأكيد يستهلوها، لأن هم تعبوا واشتغلوا على نفسهم. في النهاية طبعا رفعوا اسم بلدنا، النشيد الوطني المصري اترفع، علم مصر اترفع، علشان كده مكافآت الفوز في الميدالية الذهبية ارتفعت لخمسة مليون جنيه، وأربعة مليون جنيه للميدالية الفضية، وثلاثة مليون جنيه للبرونزية. ربنا يا رب يبارك لهم فيهم. طبعا بخلاف صرف مكافأة فورية لكل فائز 1000 يورو وساعة يد قيمة. طبعا أحمد الجندي بنتذكر مع بعض كان حصد الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث اللي قلنا خلاص كده دخلت التاريخ، اتكتبت باسمك يا أحمد، لأن خلاص طبعا الفروسية خرجت فهتبقى خماسي، بس خماسي بدون الفروسية، فهو هيكون هو الحاصل على نسخة الخماسي الحديث في آخرها، بعد كده هتكون نسخة مختلفة تماما. أما بالنسبة للبطلة سارة سمير، هي حصدت الميدالية الفضية في رفع الأثقال، وقدر البطل محمد السيد أنه يحصد ميدالية برونزية في سلاح المبارزة. ألف ألف مبروك يا شباب وأبطال، وتستاهلوا أي مكافأة أن أنتوا تحصلوا عليها بالتأكيد. تأكيد تعبوا كتير وبذلوا مجهود كبير، وكل التحية والتقدير ليهم وللاتحادات بتاعتهم ولمدربيهم ولكل حد شارك في النجاح ده وكان جزء منه إلى جانب مجهودهم وإصرارهم وعزيمتهم على أنهم يوصلوا لهدفهم. لسه بنكمل معاكم كلامنا عن الشباب، ولكن هنروح بيكم لمدينة العلمين الجديدة، لأن بشكل خاص كده بقى فيه جزء مهم جدا بالاهتمام بالشباب، ومش أي شباب، كمان الشباب من ذوي الهمم. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان عندها مفاجأة جديدة وحلوة على هامش فعاليات مهرجان العلمين، وعرفنا أنها خصصت شاطئ خاص لذوي الهمم علشان يتبسطوا فيه ويسعدوا بيه، وده طبعا يعني في رؤية تكاملية لأن المدينة تكون كل الطوائف أو كل الفئات موجودة فيها ومبسوطة، وما فيش أي شيء يعكر صفو أجازتهم في العلمين. صحيح، لأن كان دايما بيتم التأكيد بأن العلمين الجديدة هي للجميع، لكل الشرائح، الكل يقدر أن هو يستمتع بيها، وكمان أنها مجتمع متكامل عمراني مش مجرد مواسم. ففكرة أن يكون في دعم لذوي الهمم، تمكين لذوي الهمم، في فكرة بقى أن يكون في الإتاحة والأكواد الخاصة بيهم يتم مراعاتها في الشواطئ، فدي سياسة بتتبعها الشركة المتحدة كمان لمسألة التخطيط لفعاليات مهرجان العلمين. كان في ملاعب وساحات لذوي الهمم تتناسب مع الأمور الخاصة بيهم وحركتهم كمان علشان يقدروا يمارسوا الرياضات المختلفة. تم تنظيم بطولات كتير رياضية لذوي الهمم زي بطولة كرة السلة وكرة القدم، بطولة الكرة الشاطئية، وكمان في تخصيص أماكن لجلوس ذوي الهمم أن يكون في تذليل لأي عقبات، بحيث أن هم يقدروا يحضروا أو يحضروا الفعاليات الخاصة بمهرجان العلمين ويستمتعوا بيها. وبالتأكيد طبعا هم دايما إضافة وبيحصلوا على حقوقهم، لأن هم جزء من المجتمع، وبالتأكيد بيكونوا واحد من ضمن العناصر الرئيسية عشان مصر تكون أحسن إن شاء الله. ولسه طبعا بنتكلم على الشباب، وبالتأكيد الشباب من محبي المغامرة دول شريحة كبيرة برضو، لأن لو هنتكلم على المغامرة والحماس والإقدام فهتقول شباب على طول. في ألمانيا في وتحديدا في برلين، هناك يقدر أي حد بقى حب
حابب انه يجرب تجربه جديده ومثيره بتشبه الى حد كبير الاحساس بالطيران من خلال ركوب اعلى ارجوحه في اوروبا واللي بيبلغ ارتفاعها 120 متر وتقع على سطح احد الفنادق في برلين. انا شخصيا ما استخدم. بص يا ستي انا شباب انا شباب بس ما استخدمهاش بس انا هنا هبقى طفله هبقى دبلوم في الارض مش عايزه يعني في ناس ما فيش عندهم مشكله. انا عن نفسي الارجوحه دي لو ان شاء الله لو على الارض انا اخاف، مش عيب ان الواحد يقول كده يعني عادي يعني. ما لا انا عندي فوبيا من الارتفاعات اصلا. انا لا فوبيا ولا مش فوبيا. لا انا اركب مرجحه واتبسط وكل حاجه بس مش من فوق قوي كده يعني. اي نعم طبعا في حزام امان وكل حاجه زي ما هنشوف، بس المساله برضو يعني ما حدش ضامن يعني. احنا قلنا الشباب العمار بيد الله احنا قلنا الشباب هم دلوقتي خلاص عندهم الاقدام يعني. الارجوحه العملاقه دي بتشبه الارجحات التقليديه بتوفر إطلالة مذهلة على العاصمة الألمانية بأكملها، وتم تدشينها في يونيو الماضي، ومن الوقت ده بيصعد تقريبا نحو 100 زائر على أو إلى قمة الفندق اللي بني عام 1970 ببرلين الشرقية لاختبار التجربة المميزة. تبلغ تكلفة الاستمتاع بالأرجوحة حوالي 20 يورو مقابل إتاحة الفرصة لأصحاب القلوب القوية. هم قالوا يعني اللي مش عندهم قلوب قوية يعني يطلع زي الفيلم ما بيقول، أن يتأرجح في الفراغ لمدة 5 دقائق مربوطين بحزام أمان. والله لو 10 حزمة أمان والله أنا بالنسبة لي يعني. العمر بيد الله برضو؟ العمر بيد الله. بس أنا لا أنا مش هجرب. يا العمر بيد الله ونعم بالله، بس أنا مش هجرب يعني. أنا شخصيا لو هيدوني فلوس وأجرب الأرجوحة دي من الطيران، هي فعلا تجربة تشبه الطيران فعلا، مع ارتفاع البرج، مع ان انا يكون في ارجوحه ومفيش اي حاجه ماسكه غير حزام امان، فبالتاكيد هي طيران. بس الواحد مش مستغني عن عمره بالتاكيد يعني، ما فيش داعي للمغامره بزياده. لكن لو بنتكلم برضو عن الشباب، اتكلمنا عن الشباب في مصر واتكلمنا عن الشباب في المانيا، او الشباب اللي ينفع يعملوا كده في المانيا، انا اعتقد صعب ان كبار السن يعملوا ده في المانيا في مساله الارجوحه، والا هيكون صعب بسبب الظروف الصحيه وكده. لكن في برضو أمر متعلق بالتكنولوجيا، ودايما التكنولوجيا برضو يعني الشباب، لأن هما زي ما بنقول كده هو المواكبة بالنسبة لهم، فبيكونوا هما صانعي التكنولوجيا كمان. فأصبح عندنا الذكاء الاصطناعي إن في مسألة إن هو يقدر يقلد الأصوات، وبالتالي دي مشكلة كبيرة جدا ان يكون في بالذكاء الاصطناعي تركيب صوت. وده موجود، ده في بعض الابلكيشنز الموجوده على الموبايل تقدر تعمل ده للاسف الشديد. بياخد بصمه صوت ومن خلالها بيقدر ان هو يعمل بصمه صوتك على كلام مش انت اللي قايله وشغلانه، حتى ولو ما كانش بالدقه، بس ده لانه مجرد ابلكيشن. ولكن في الحاجات الاحترافيه الموضوع بيكون صعب جدا، فيقدر من خلاله ان حد يركب صوت وينتحل شخصيه مش هو طبعا. فده بيكون شيء مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منه، لان الذكاء الاصطناعي فعلا بيسبب مشاكل، وبالتأكيد المشاكل دي هتكون أكتر للمشاهير، لأن هم بيكونوا عرضة للخطر وأن هم يكونوا ضحايا لمحاولات ابتزاز بعد كده بناء على انتحال شخصيتهم، مع الشعبية طبعا المتزايدة اللي بيكون موجودة بالنسبة لهم، وصوتهم بيكون موجود في أي مكان. عشان كده بيكون في برامج لاستنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، والمجرمي الانترنت زي ما بنقول كده بيقدروا ان هم يعملوا مقاطع صوتية من على النت وبيدخلوها في برامج بتكون متوفرة، سواء بقى حاجة كده بسيطة على الموبايل. بس هم بالتأكيد طبعا المجرمين دول هيستخدموا الحاجات الاحترافية، وبيكون الصوت ببصمة الصوت بشكل كامل هي نفس الصوت. دول اللي عملوها فيديو يا علا، مش هيعملوها بالصوت. يعني احنا شفنا يعني عندنا اصلا كذا مقطع كده للأغاني، مثلا أم كلثوم بتغني أغنية من الأغاني الحديثة يعني، فأنت بس علشان هي أغنية حديثة فأنت أدركت إن هي مش أم كلثوم، أو عبد الحليم مثلا بصوته بنفس الأداء وبكل حاجة. فده طبعا بيعرف باسم استنساخ الصوت، بيشار إلى أن النتيجة عادة بتكون تزييف عميق للصوت الحقيقة، وبيتم صياغة مصطلح التزييف العميق من عام 2017 لوصف الصور ومقاطع الفيديو غير المشروعة اللي بتبين وجوه المشاهير فوق أجساد أخرى. وبيبدو
أن الأثرياء والمشاهير في خطر مرة أخرى، لأن أجرت بودكاست وهي منصة بث صوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي دراسة حديثة شملت 1000 أمريكي لاستطلاع أرائهم حول المشاهير الأكثر عرضة لاستنساخ أصواتهم هناك في أمريكا. فقالوا أسامي يعني مشاهير عندهم، لدرجة أن في حاكم تقريبا يعني يتقال اسمه. لكن إحنا شفنا مثلا الفيديو اللي اتعمل للملكة إليزابيث قبل كده وهي بترقص فوق المكتب عندها، وبرضو الأول وهلة كده، معقول الملكة إليزابيث بتعمل الحركات الغريبة دي وهو أصلا معمول بالذكاء الاصطناعي؟ طبعا هي دي المشكلة، لأن يعني من الناس اللي اتعمل عليهم الدراسة هم شافوا أن فعلا حد من الحكام، أو يعني مثلا كانوا يكلموا في أرنولد تشوازنجر أنه كان الأكثر عرضة بالنسبة لمسألة أن يتم استباحة صوته أو أن يكون في استنساخ لصوته. فده في حد ذاته كمان بيكون شيء خطر جدا، لأن هو البعض كمان بيكون صوته مميز شوية، فبالتالي بيكون تقليده أسهل أو بيكون تقليده بشكل أوضح، يعني الناس هتحس بيه. علشان 86% ده بناء على الدراسة من الناس اللي شاركوا في الاستطلاع، إن اللهجة المميزة والقابلة للتعرف الفوري لحاكم كاليفورنيا زي ما قلنا، وطبعا هو كان الحاكم السابق ليها، بيتعرضوا للخطر. يعني كل واحد ياخد باله يا جماعه من مساله صوته، لان يعني فعلا كل واحد ياخد باله من صوته. اي انت عارف المشكله مش بالنسبه للمشاهير، اصل المشاهير هيقدر يرفع قضيه ويقدر يعمل مشكله ويقدر يعني هيقدر ياخد حقه، ممكن ياخد وقت او كده، لكن بالنسبه للناس بقى اللي ممكن تتعرض لتنمر او ابتزاز او يعني، وطبعا هنا تحت فكره يعني التصرفات الغير اخلاقيه يعني، فهتلاقي الناس دي ممكن اصلا ما تعرفش ايه التصرف القانوني اللي ممكن تعمله او ايه الاجراء اللي ممكن تتخذه علشان تقدر توصل لحقها وتثبت كمان ان الصوت ده مش صوتها وان الفيديو ده مثلا مش بتاعها او المقطع الصوتي ده مش بتاعها. ما هو عشان كده لازم بقى هنا بنتكلم عن مسألة الوعي، يعني احنا لما بنقول كل واحد ياخد باله من صوته هو توعية، بس يعني بمعنى مبسط شوية، لأن فعلا لازم نكون عارفين ان الأمور دي أصبحت سهلة، زي ما قلنا ان بعض الأمور ممكن تتعمل بالموبايل أو تتعمل من على اللابتوب بالنسبة للمجرمين اللي بيعملوا كده. فلازم ناخد بالنا ولازم ان احنا نبقى عارفين حقوقنا كويس، وعارفين ان لو حصل حاجة زي كده ازاي نتواصل مع الجهات المعنية. بالتأكيد طبعا الجهات في اقسام مخصصة بتكون مسؤولة عن ده، ولو حد سنه صغير تعرض للامر طبعاً. ده يبلغ والده او والدته او حد كبير من الاسرة، ما يعني لازم ولادنا كمان الصغيرين يكون عندهم وعي في النقطة دي علشان ما يحصلش اي مشكلات او اي او نلاقي طفل مثلا تعرض لاي يعني خطر بسبب حاجة شبه دي. احنا لسه هنحتفل معاكم باليوم العالمي للشباب على مدار الحلقة، هنسيبكم مع فاصل ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. طبعا دايما بنبدأ حلقتنا برسائل الطاقة الإيجابية اللي بيكون معانا كل يوم وبتقدمها لنا خبيرة الأبراج الأستاذ عبير فؤاد. تعالوا نشوف رسائلها النهاردة ونرجع لكم مرة تانية. أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الاثنين 12 أغسطس، وحنشوف تأثير الحالة الفلكية هيكون إيه في اليوم ده على كل الأبراج. يوم الاثنين 12 أغسطس اللي هو النهاردة، القمر ما زال موجود في برج العقرب، واليوم كمان بيبدأ وكوكب أورانوس موجود في برج الثور، المريخ والمشتري الاثنين في الجوزاء، والشمس في الأسد، وفينوس في العذراء، وعطارد بيتراجع في العذراء، وبلوتو بيتراجع في الدلو، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل، عندكم القمر موجود في منزل المدخرات طول اليوم، وده بيساعدكم انكم تديروا النواحي المالية بحكمة اكتر، وتقدروا تاخدوا قرارات سليمة في بيع او في شراء، وكمان تعرفوا تلاقوا حلول لاي ازمات مالية بتقابلكم، لان عندكم في اليوم ده كمان رؤية اوضح لمستقبلكم، وتعرفوا بالرؤية الاوضح انكم تاخدوا قرارات كويسة وتخططوا حلو لمستقبلكم. نروح لبرج الثور ومواليد الثور، القمر في مواجهتكم طول اليوم، وطبعا ما زال في المواجهة، فلازم تكونوا منتبهين
لحقوقكم، ما تغامروش، خليكم يقظين انكم تحموا نفسكم وتحموا حقوقكم، وما تغامروش في بيع وشراء او في اي قرارات مصيريه سواء في الشغل او في الحياه الشخصيه. كمان مهم مواليد برج الثور تكونوا ملتزمين في النواحي القانونيه وفي الحركه وفي السواقه، كمان لازم تتحركوا بالراحه وتسوقوا بالراحه حفاظا على سلامتكم. ولو متجوزين حاولوا تتجنبوا اي جدال يعمل لكم صدام مع شركاء الحياه. نروح للجوزاء ومواليد الجوزاء. القمر في منزل الصحة الإيجابي، بيديكم طاقة ونشاط، وتعرفوا أنكم تأثروا في كل اللي حواليكم، وعندكم كمان إصرار مع وجود المريخ في برجكم، فبيديكم إصرار مضاعف أنكم تنجزوا شغلكم على أكمل وجه وتقوموا بالواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح للسرطان ومواليد السرطان. القمر عندكم في منزل الحب، بيديكوا طاقة عاطفية وتأثير رائع في الشخص اللي أنتم مرتبطين بيه، وكمان في الشغل تعرفوا تثبتوا نفسكم، ولو عندكم أولاد هتعرفوا تتواصلوا بصورة أفضل مع أولادكم. نروح للأسد. مواليد الأسد عندكم القمر في وضع معاكس طول اليوم، فلازم تاخدوا بالكم، تحاولوا تحافظوا على اللباقة وتحكموا في حساسيتكم، ولو تعرضتوا لأي نقد سلبي أو أي تدخل في شؤونكم حاولوا تكونوا هاديين وتردوا بلباقة عشان تحافظوا على علاقتكم باللي حواليكم. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. عندكم يوم حافل باللقاءات الاجتماعية وكمان ممكن لقاءات عائلية، فهو يوم عموما مناسب لعمل أي لقاءات سواء في شغل أو في الحياة العائلية أو الاجتماعية، فما ترفضوش أي دعوات توجه ليكوا في اليوم ده، لأنه من خلال العلاقات واللقاءات ممكن تظهر لكم فرص كويسة، خصوصا انه كمان فينوس في برجكم فبيديكم حضور رائع واشراقه، يعني مش بس في الحياه العاطفيه اللي عندكم تاثير حلو، لكن كمان في كل العلاقات في اليوم ده تقدروا تكونوا مؤثرين جدا وتعرفوا تبرزوا مواهبكم بشكل افضل وتتفاوضوا حلو وتكونوا مقنعين. نروح للميزان ومواليد الميزان. القمر في المنزل الثاني بيخلي تركيزكم اقل، فحاولوا انكم بس تراجعوا كويس كل خطوه بتعملوها في شغلكم عشان تتفادوا اي اخطاء، وكمان في الفلوس والحسابات والبيع والشراء خليكم حذرين، ما تغامروش عشان تتفادوا اي خسائر. نروح بعد كده للعقرب ومواليد العقرب. طول اليوم القمر موجود في برجكم بيديكم نشاط وطاقة وثقة بالنفس أكتر، وتعرفوا تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء. نروح للقوس ومواليد القوس. القمر في منزل الصحة السلبي بيخلي تركيزكم وطاقتكم البدنية أقل، فخدوا بالكم أنتوا محتاجين وقت كافي من الراحة ومحتاجين تنظموا جهودكم عشان الطاقة ما هياش كبيرة. كمان محتاجين انكم تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، اشتغلوا في صمت وما تفخروش بنفسكم. نروح للجدي ومواليد الجدي. عندكم القمر في وضع داعم، تقدروا انكم توطدوا علاقتكم بالزملاء وبالرؤساء في الشغل، وتقدروا تعملوا تنمية لأعمالكم او لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة. كمان في الحياة الاجتماعية والعاطفية تعرفوا تتصرفوا حلو وتستمتعوا كمان بوقتكم، يعني القمر بيديكم فرص انه يكون في تبادل فكري مفيد يجمعكم بالأصحاب، ومع وجود كمان فينوس في منزل الحظ فعندكم سحر وجاذبية جدا وتأثير رائع في الجنس الآخر، واللي مش مرتبطين ممكن تتحول عندكم علاقة صداقة لعلاقة حب. نروح للدلو مواليد الدلو. مطلوب منكم تشتغلوا بدقة في اليوم ده، القمر في وضع معاكس بيخلي التركيز مش أحسن حاجة، فحاولوا انكم بس يعني تنظموا أفكاركم وأولوياتكم عشان تعرفوا تتغلبوا على أي شعور بالتشتت.
نروح للحوت ومواليد الحوت، عندكم يوم من أفضل الأيام بالنسبة لكم خلال الشهر ده، الحظ بيحالفكم على كل الأصعدة وتقدروا أنكم تحققوا مكاسب مالية، وكمان عندكم استعداد كبير للمعرفة يساعدكم أنكم تعملوا تطور إيجابي في مكانتكم المهنية أو في الشغل، يعني في مكانتكم في الشغل تقدروا تعملوا تطور، وعموما تقدروا تاخدوا قرارات سليمة إن شاء الله. وإن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم سعيد. دايما بداية اليوم لما بتكون بابتسامة وضحكة لطيفة كده اليوم بيعدي بسرعة وتلاقيه كله طاقة إيجابية وحيوية. معنا النهاردة ضحكة اليوم عن نجم الحقيقة كان شريك لثلاث نجوم، هما سمير غانم وجورج سيدهم في ثلاثي أضواء المسرح، والحقيقة أنه عمره القصير ما أمهلهوش وقت طويل أنه يقدم لنا أعمال مميزة، لكن مثلا يعني في أفلام كتيرة جدا هتلاقي موجود بخفة دمه وبرشاقته الكوميدية المعهودة. الضيف أحمد واحد من يعني ثلاثي أضواء المسرح اللي أسعدونا وأمتعونا بأعمال كتير متنوعة، هتلاقيه في أجازة نص سنة، هتلاقيه في أعمال كتيرة جدا وأغاني من الأغنيات اللي كانت بتجمعهم على المسرح أو في السينما، الحقيقة كلها حاجات مميزة في تاريخه. نتابع مع حضراتكم يعني كليب صغير كده عن ضحكة اليوم مع الفنان الضيف أحمد، ونرجع نكمل معاكم حلقتنا في يوم سعيد. رحمة الله عليه طبعا الفنان الضيف أحمد، دايما أعماله وإفيهاته هتفضل موجودة وهتفكرنا بيه باستمرار بالتأكيد. نتكلم دلوقتي عن حالة الطقس ونشوف حالة الطقس ايه اللي هيكون معانا النهاردة. هيئة الأرصاد الجوية توقعت ان هيكون طقس شديد الحرارة رطب نهارا على اغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء. من المتوقع كمان ان يكون في استمرار لارتفاع نسب الرطوبة، ده هيزود احساسنا بحرارة الطقس. المتوقع طبعا هيكون زيادة بقيمة تتراوح ما بين درجتين لثلاث درجات، ومتوقع ان يكون في شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. خلينا نشوف درجات الحرارة مع بعض على الشاشة ونرجع لكم مرة تانية. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الطقس مع دكتور محمود القياتي عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك يا فندم، يومك سعيد. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضراتكم. صباح الخير. نطمن على الظواهر الجويه المصاحبه لطقس اليوم اللي هتسبب ارتفاع في درجات الحراره، وهتكون درجات الحراره شديده يعني في النهارده 12 اغسطس، واحنا بقى هنعد الايام لان خلاص على فصل الشتاء رسميا، باقي كام و40 يوم. بالفعل لو اتكلمنا مثلا عن طقس اليوم، هو درجات الحراره في حدود ال 36 درجه مئويه، دي بالفعل تعتبر أعلى من المعدلات بحوالي درجة تقريبا، مش ارتفاع كبير عن المعدلات الطبيعية. طوال الشهر ده ما شفناش درجات حرارة قاسية أو عالية بشكل كبير، لكنها ما قلتش خالص وما انخفضتش عن 35 درجة مئوية، وبالتالي استمرار الطقس شديد الحرارة والرطب خلال ساعات النهار، وأيضا مائل للحرارة والرطب خلال ساعات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، لكن ارتفاع في درجات الحرارة
على محافظات جنوب الصعيد اللي بتسجل الفترة دي 45 درجة مئوية. بالتأكيد طبعا العنصر المهم جدا خلال الشهر ده وهو نسب الرطوبة العالية اللي أكيد بتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع استمرار الشبورة المائية الخفيفة اللي بنشوفها خلال ساعات الصباح الباكر، وكمان الرياح معتدلة يمكن بتنشط في بعض الأحيان على مناطق متفرقة من الجمهورية سواء محافظات القاهرة أو محافظات الصعيد وأيضا بعض محافظات الساحل الشمالي. النهارده كمان مستمر معانا فرص الأمطار اللي بتوصل لمتوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد زي مناطق من أسوان، مناطق من محافظة الوادي الجديد، وزي ما احنا متعودين مع استمرار الحالة دي منذ أكثر من 10 أيام السحب الرعدية دايما بيكون معاها هواء هابط من أسفل هذه السحب بيؤدي إلى إثارة قوية للرمال والأتربة، خاصة إنها أرض رملية وصحراوية وبالتالي ده بيساعد أكتر على الإثارة القوية للرمال والأتربة، فده مستمر معانا اليوم. طيب كان امبارح في تحذير من ان ممكن بسبب ارتفاع الامواج على بعض الشواطئ في البحر المتوسط ان ما يكونش يعني ممكن تغلق، ممكن المصطافين ما يقدروش يعني يسعدوا بفكره نزول البحر امبارح لان كانت الامواج واصله لفوق ال 2 متر تقريبا، فهل ما زالت نفس الارتفاعات ولا النهارده الاجواء افضل؟ لا النهارده الاجواء افضل بكثير، بالامس كان ارتفاع مؤقت بالفعل في الامواج خاصه على الشواطئ الغربيه للبحر المتوسط، اليوم عادت ارتفاعات الامواج الى معدلاتها الطبيعيه وارتفاعات الامواج لا تتجاوز ال 2 متر، اقصى ارتفاع الامواج هيكون 2 متر، وبالتالي سواء شواطئ البحر المتوسط او حتى شواطئ البحر الاحمر مؤهله تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه وكمان امام المصيدين. تمام. والسواحل الشماليه كمان زي ما احنا عارفين بتسجل اقل درجات حراره على مستوى الجمهوريه سواء خلال ساعات النهار او كمان خلال ساعات الليل. تمام دكتور محمود، بالنسبه للموجه الحاليه في معدلاتها او درجات المعدلات زي حضرتك اشرت اليها هتكون مستمره معانا لحد امتى لحد ما تتغير تاني؟ يعني بنتكلم لمده اسبوع قادم على الاقل هتفضل درجات الحراره في حدود 36 ل 35. احنا بنعتبر ان ال 35 درجه بالنسبه للقاهره دي تعتبر حول المعدلات الطبيعيه، وبالتالي لما بتسجل 36 درجه بشكل استثنائي فده برضه بنعتبره نسبيا حول المعدلات، لكن العبره كلها بتكون في ارتفاع نسب الرطوبه وهي طبيعي انها تكون مرتفعه خلال التوقيت ده من العام، وبالتالي لما القاهره بتسجل 35 او 36 بنشعر بها وكانها 39 درجه مئويه، علشان كده وصفنا للطقس لا زال طقس شديد الحراره وراكد خلال ساعات النهارده. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود القياتي عضو المكتب الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا يا فندم ويومك سعيد. يعني مكملين معاكم فقراتنا بالتاكيد ولسه معانا فقرات كتيره ومتنوعه في يوم سعيد، استنونا بعد الفاصل. ولسه معاكم في حلقتنا في يوم سعيد اللي بتتزامن مع اليوم العالمي للشباب، كلامنا مستمر عن الشباب وطبعا علشان نقول تمكين الشباب وان يكون ليهم دور بالتاكيد لازم نحافظ على صحتهم وتعليمهم، عشان كده الاتحاد المصري للفعاليات الرياضيه بالتعاون مع مؤسسه صحه مصر نظم فعاليه رئه رياضيه تساوي رئه ورديه. نشوف التقرير عن الفعاليه، كاميرا يوم سعيد كانت هناك وهنرجع لكم مره ثانيه. النهارده كانت فعاليه من مؤسسات المجتمع المدني صحه مصر، مصر للصحه والتنميه ووزاره الشباب والرياضه، ورئه ورديه يعني رئه خاليه من التدخين بتتحسن بالمشي بالغذاء الصحي السليم، فهي زي ما بتقول الدكتوره رشا حياه ورديه او رئه ورديه، دي بتحافظ على قلب سليم بدون سجاير. مختارين اسم رئه ورديه، احنا طول الوقت بنحذر وبنخوف من التدخين، وطبعا هي رئه ورديه معنيه بشكل كبير بالتدخين بجميع انواعه، فكان لازم نقول للناس حاجه ايجابيه، احنا مش بنخوفكم، انت اسعى ان انت كمدخن تبقى رئتك ورديه بان انت تبطل، اسعى كشخص بتتعرض للتدخين السلبي تبعد عنه وما تفكرش ان انت تبقى مدخن. هو احنا عندنا في الوزاره بنشجع الاول المبادرات الجديده كلها،
فمن خلال الاتحاد المصري للفعاليات والأحداث الرياضية تم التعاون مع أحد مؤسسات الدولة المشهرة إن هي تعمل توعية للأفراد عن أمراض القلب وعن أضرار التدخين، وده من أحد الأهداف الأساسية اللي موجودة عندنا البرامج التوعوية المرتبطة بالرياضة. احنا في الصحة النفسية بنحاول إن احنا نعمل بالانس ما بين صحتنا النفسية وصحتنا الجسدية، فلو أنا بتمتع بصحة نفسية كويسة فأكيد إن أنا هتمتع بصحة جسدية كويسة. فصحة نفسية يعني أنا محتاجة إن أنا أوقف تدخين، محتاجة إن أنا أدخل الرياضة تبقى جزء أساسي من يومي عشان أتمتع بصحة نفسية كويسة. بشكر طبعا الوزارة وكل القائمين على المبادرة دي، لأن المبادرة مهمة جدا لكل الشباب، محتاجين إن هم يحسنوا من الرياضة بتاعتهم، لأن دي مش بس هتحسن من شكل جسمهم، لا ده هتحسن كمان من اللايف ستايل بتاعهم، هتحسن من لياقتهم البدنية، هتساعدهم عشان أبطل أي حاجة سلبية زي مثلا التدخين أو السجاير، فأنا محتاج إن أنا أعمل حاجة إيجابية. ودي بصراحة مبادرة مهمة جدا واحنا محتاجين ان احنا ندعمها ومحتاجين ان احنا نشجع كل القائمين عليها ان هي تنتشر في كل المحافظات وفي كل الاماكن، لان فعلا كل الشباب محتاجه ده. اول حاجه نشرنا فيها كانت السوشيال ميديا، بعد كده احنا ان شاء الله هنعمل ايفنت قريب في البحيره عشان ننشر فكره المبادره اكتر، ومعانا ان شاء الله برضه هينضم معانا بعض القيادات الشبابيه وبعض الناس الموجوده معانا في البحيره المهمه، فده هينظم او هيبقى يخلي المبادره تنتشر بشكل اوسع. المبادره زي ما بيعمل ايفنتات كبيره في القاهره وفي الجيزه، بننزل المحافظات زي دمياط والمنصوره والفيوم والبحيره، كمان بنبدا يتعمل ايفنتات زي دي بالظبط في المحافظات بالاشتراك مع الرياضيين، بنبدا نعمل سيشنز توعيه عن المبادره وعن اهداف المبادره، بنبدا ننشرها في المحافظات المختلفة يعني. بس يعني بدورنا بننزل سيشنز توعية في أطباء وفي غير أطباء، كل واحد بيكون ليه دوره في المبادرة ودوره في التوعية. وانت بقى ايه أكتر صفة بتكرهها فيك؟ إن أنا طيب. كلنا طيبين بس ما عرفش الأشرار اللي في الدنيا بيجوا منين، ده السؤال اللي نزلنا الشارع وسألناه لكم، بس من غير ما تقولولنا الطيبة، صفة سلبية بتكرهها في نفسك مش الطيبة. نشوف مع بعض إجاباتكم ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. إيه الصفة اللي بتكرهها فيك وشايفها صفة سلبية؟ ان انا عصبي، يعني ما بعرفش اتحكم في اعصابي لو الشخص اللي قدامي بيحاول يستفزني. ما عنديش صفه سلبيه الحمد لله. ان اي حد بقى طيب بقينا نستغل طيبته، ما بقاش زي الاول الطيب نحاول نقرب منه اكتر، لا ده احنا بنستغله. مش بكرهها قوي بس هي يعني انا بعتبرها سلبيه، هي يمكن التواضع شويه، ان بيبقى ده حق مكتسب عند الغير. عصبيه وباخد قرارات سريعه. فرهوده شويه، ممكن دي بتبقى حاجه حلوه بس احيانا اللي حواليا بيتخنقوا عشان انا على طول عايزه اتحرك وعلى طول عايزه اعمل حاجات كتيره في نفس الوقت، فهم بيحسوا ان هم الموضوع اوفر ذا بليس قوي يعني. الاوفر ثينكينج شويه، بحس ان هي بتبقى زياده عندي شويه، بتاثر عليا بالنيجاتيف شويه. ساعات لما بتعصب من شخص بحبه قوي فبتعصب عليه جدا ان هو ممكن يفهم كلامي غلط اصلا، بس ساعات بتبقى لمصلحته. ممكن اكبر مواضيع قوي وهي اصلا صغيره جدا، بس انا بقعد اكبرها قوي يعني. دايما بدافع اكتر ما يعني لو حد عمل حاجه كوحشه، عارف اللي هو لك اخلق لصاحبك مليون عذر، انا باخد من الاتنين مليون. ان انا شويه بطيء يعني، باخد القرارات ببطء شويه، ويعني الريتم حياتي شويه بطيء، مش سريع عن جيلي. الواحد بيبقى على نيات زياده عن اللزوم يعني، بيبقى عندي صبر للحاجة شوية يعني، بحس ان لا لازم اخد وقتي في الحاجات يعني، تريس يعني. فدي ممكن هي مش سلبية قوي يعني، سلبية وإيجابية. متصرف في اغلب الحاجات يعني شوية، بس نفسي اغيرها بصراحة. هو طبيعة شغل ان انا لازم ابقى مركز في كل حاجة، فده عايز اخليه في الشغل بس، لكن في الحياة اعيش حياة عادية يعني. تبت الزيادة دي بتخلي الناس تظلمني. دي الفترة الجاية يعني ان شاء الله انا ابقى شرير خلاص، ما عادش في تيبة تاني. يعني مش عايز اقول تبت، بس يعني الناس يعني اللي هو ايه كده، ليه تكذب عليا؟ ليه تحور؟ تمام؟ وانا ممكن مثلا عشان بصدقك اللي هو عادي، انا بصدقك عشان خاطر مثلا ايه واثق فيك، انت بتخون الثقه دي في دي حاجه بتاعتك. يعني هو تقريبا ما حدش سمع كلامك يا علا، او مش كلهم يعني، في كذا حد قال طبطي، يعني قال ان هو عشان طبطي زياده. انت المفروض متفقه ان غير طبطي ايه العيوب؟
ما في كم واحد كده كسر الاتفاق. معلش بس يعني ما هو مش لاقي في نفسه صفة سلبية غير الطيبة، والطيبة صفة إيجابية مش صفة سلبية. يعني أصلا يعني إن أنا أبقى شخص طيب، هو شايف إنها سلبية لأنه هو شايف إن الطيبة دي بتخلي حقه يروح، يعني بتخلي إن هو الناس تيجي عليه. لا ما أنا أبقى طيب، بس هي طيبة نسبية. إيه المانع إن أنا أبقى شخص طيب بس بعرف أخد حقي وقت اللزوم؟ دي ملهاش علاقة، مش يعني مش هبقى شرير بقى، أنا باخد حقي مش باخد حقوق الناس، فأنا كده شخص طيب ما زلت. لكن هو في خلط ما بين طيب وشرير عندنا، أو طيب وشخص إيه بيعرف ياخد حقه، مش يعني لكن واخد الحق صنعة برضو. أيوة طب ما احنا ماشي ما اختلفناش والله، بقول بس ما اعرفش. ما اختلفناش في الآراء، لكن هو انت قول لي ايه الصفة السلبية اللي فيك؟ لا صفات ما شاء الله واحدة. الله ده من ضمن الصفة برضو، الاعتراف يعني برضو ده لازم، بس دي إيجابية. عشان كده بقول لك صفات، لا ده في الإيجابية. سلبية لا، متسرع في قرارات الشراء تحديدا، متردد في حاجات تانية في قرارات الغير، موضوع الشراء لا على طول يعني فظيع يعني. وحاجة بقى انت عارفاها بس دي خارجة عن إرادتي، نساي يعني. أنا ممكن أنسى النهاردة، أنا ممكن أنسى اسمي إيه. بس الحمد لله فاكر ميعاد البرنامج وبتيجي في ميعادك وملتزم، والحمد لله دي حاجه كويسه. لا انت يعني عارفه يعني انا في النسيان يعني فظيع يعني. النسيان هو يعني دوري خالص في الموضوع. لكن طب انت ما انا مش عدي، انا عندي حاجات كتير برضو الحقيقه. عندي حاجات كتير يعني، بس ما اعرفش انا طيبه ولا شريره، ما اعرفش، الناس هي اللي تقول يعني. لا والله بنت حلال طيبه بنت حلال. لكن يعني عندي حاجات كتير، من بينها برضو قراراتي احيانا بتكون متهوره، مش متسرعه، ما بيعيشليش فلوس الحقيقه خالص يعني. ما هو برضو عشان حاجه، بس دي مش صفه، دي يعني ايه خيابه الحقيقه. صفة والله، صفه والله صفه بجد. يعني صفه اكيد، موضوع يعني كبير بصراحه. بس يعني في النهاية كلنا بنعرف نتعامل مع سلبياتنا وإيجابياتنا، وفي ناس بتقبلنا على ده، ودي أجمل حاجة في الدنيا. لازم نكون عارفين سلبياتنا عشان نعرف نتعامل معها. إحنا لما نتعامل معها في البداية صح، الناس هتعرف تتعامل معها. خلاص بس كده، ده الخلاصة في الموضوع. نروح بقى لفقرتنا معلومة تهمك النهاردة، وهي عن اليوم العالمي للشباب. لسه طبعا معاكم في اليوم العالمي للشباب، وهنشوف مسألة ان يكون في احتفال السنة دي باليوم العالمي للشباب اللي بيكون موجود كل يوم. طبعا هنشوف المعلومة ونعرف اصل الاحتفال نفسه ونرجع لكم مرة تانية. Thank you.
النهارده بنحتفل بذكرى رحيل فنان واستاذ الحقيقه في مجال التمثيل، هو الفنان سناء شافع. وهو على مدار مشواره الفني اللي تقريبا بيوصل لنصف قرن قدم مجموعه من الاعمال بتزيد عن 150 عمل ما بين المسرح والسينما والدراما، بخلاف طبعا عمله كاستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحيه. تدرج في المناصب حتى وصل لمنصب عميد المعهد، واتخرج من تحت ايده اجيال كتيرة جدا، وطبعا تابعناه في أعمال درامية كتيرة، يمكن آخرها أريد رجلا. نتابع هذا التقرير في ذكرى وفاته ونرجع نكمل معاكم حلقتنا في يوم سعيد. أداؤه المميز في أعماله الدرامية المتنوعة والسينمائية أيضا خلى ليه رصيد كبير، إلى جانب طبعا اكتشافه أو تأهيله لعدد كبير من الممثلين أجيال وأجيال اتدربت على إيده كأستاذ في المعهد الفنون المسرحية. إحنا لسه معانا فقرات متنوعة في يوم سعيد، هنخرج لفاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل معاكم فقراتنا، استنونا. واحنا دلوقتي اليومين دول ولادنا في الثانويه العامه نجحوا وقرروا انهم يروحوا اتجاهات مختلفه، احيانا بتكون الاتجاهات اللي بيختاروها او على اختيارهم بتكونش هي الاختيار السليم. النموذج الشاب اللي معانا النهارده واللي هنتكلم معاها في تفاصيل كتيره واختيارها لكليه وبعدين تروح لكليه تانية او تدرس حاجه تانية بعد الكليه علشان هي شايفه نفسها في منطقه تانية، الكلام ده والتفاصيل دي هنتكلم معاها، لان الشباب احيانا ما بيكونوش عندهم الدرايه او الخبره في ايه المهارات او الامكانيات اللي عندهم اللي ممكن تأهلهم لمكان مختلف يقدروا يكونوا نابغين فيه. بمناسبة بقى اليوم العالمي للشباب، احنا كمان معانا النهاردة شباب مميزين جدا من شبابنا المصري، بنتكلم عن نجاحاتهم في مجالات مختلفة كتير. مشرفانا النهاردة أستاذة نورهان عبد العزيز، مديرة تنفيذية بإحدى أكبر شركات النقل اللوجستي في العالم. الحقيقة هي درست الكيمياء هنا في مصر في كلية علوم جامعة حلوان، بعد كده راحت تدرس إدارة أعمال ماجستير في أمستردام، والنجاح الكبير بقى اللي هنتكلم عنه دلوقتي مهم إن يعني نبدأ معاها بتفاصيل كتيرة جدا، لأنها مديرة في شركة عالمية كبيرة جدا، ممكن مع صغر سنها، مع إن هي كانت في مكان وراحت لمكان دراسة بشكل وراحت تاخد دراسة تانية، كل الحاجات دي مجتمعة تقول لك إن إحنا أولادنا متميزين وشاطرين، بس يقدروا يحطوا الهدف الصح. برحب بحضرتك ويومك سعيد. شكرا، مبسوطة إن أنا موجودة معاكم النهاردة. أهلا بيك يا فندم، يومك سعيد. أهلا بيك. الحقيقة مش عارفين نبدأ منين، بس فكرة من كيميائية إلى مسؤولة عن مكان مهم جدا، حساس، مسؤولية صعبة هنتكلم فيها في مجال النقل واللوجستيات. منين الكيميائية لمجال تاني تماما مختلف، يعني مش هنقول إنه متفرع منه مثلا؟ والله هي الحقيقة ما كانتش مرة واحدة، يعني هي ممكن نقول دلوقتي رحلة 12 سنة من ساعة الثانوية العامة. جبت مجموعة عادي جدا زي أي حد، كانت الكليات اللي قدامي تجارة ولا علوم، طبعا إحنا بنموت في أي حاجة علمي، فدخلت علوم، فما كانش عندي أي حاجة أعرفها أنا ليه عايزة الحاجة دي. إحنا بنجيب مجموع عشان نخش طب هندسة علوم، ولو ما جبناش حاجة زي كده إحنا فشلة. فدخلت علوم، بس خلال الأربع سنين بتوع دراستي أنا كنت مركزة أني أشتغل في student activities كتيرة بتبقى موجودة في كل الجامعات، ودي أنا بشوف أنه دورها مهم. دي عرفتني على شخصيتي أكتر، أنا بحب إيه، وكنت دايماً بدخل في حاجات ليها علاقة بال... إيه أول حاجة لمستيها في شخصية نورهان مجموع الثانوية العامة غطى عليها وخلاها راحت كيمياء وهي مش عايزة الكيمياء؟ لا، هو أنا مش عايزة الكيمياء، هو أنا مش عارفة أنا عايزة ولا مش عايزة، يعني أصلاً لا، يعني ده الموضوع أصعب من مش عايزة، وده حقيقي المشكلة اللي بشوفها في التعليم بتاعنا عموماً، إنه ما بيخليناش وإحنا في مرحلة الدراسة الأساسية إن نكتشف روحنا. احنا مش مجرد الثانويه العامه، حضرتك بتتكلمي من البدايه. من البدايه احنا ما عندناش فكره الابداع، احنا بنحفظ عشان نحط في الامتحان عشان ننجح، بس ما عندناش مساحه ان نكتشف ايه الهوايات بتاعتنا وايه شخصياتنا.
حياتنا عكس اللي شفته. كانش عندك هوايات خالص؟ لا طبعا، انا كنت بطلة سباحه وكنت بلعب كاراتيه، بس الفكره انك تبداي تشتغلي حاجات بايدك، ترسمي، حد يبقى عايز يلعب رياضه ما، احنا مركزين طب هندسه. فده اللي اكتشفته بعد كده، ما كانش عندي عايزه ولا مش عايزه، لا بالعكس الكيمياء فادتني وفايداني لحد دلوقتي، ادتني المهاره بتاعه التحليل، اقدر احلل اي حاجه قدامي، وده ساعدني في شغلي. بس لما اتخرجت بعد ما اشتغلت ستودنت اكتيفيتي حسيت ان انا بحب الاداره اكتر. طب ازاي اكتشفتي ان مش ده اللي استهواكي مساله الكيمياء؟ حاجتين، اني انا كنت بروح انترنشيب او تدريبات صيفيه في شركات ليها علاقه بالكيمياء ككيميائيه، وفي نفس الوقت انا كنت بشتغل في الانشطه التطوعيه في الجامعه في ادارات زي الاتش ار، ان كنا بنروح نجيب زي فاند ريزنج وحاجات زي كده. فحسيت انا جربت الاثنين، فحسيت ان انا هبقى مياله اكتر للجزء البيزنس اكتر من الجزء الكيميائي. فالتجربه خير دليل على اي حاجه. طيب بتنصحي الطلبه اللي في ثانويه عامه دلوقتي بايه وهم بيبداوا مرحله مختلفه جديده ممكن ما يكونش عندهم الدراية الكاملة، هم نفسهم في إيه أو إيه مهاراتهم اللي موجودة عندهم، يختاروا إزاي يعملوا إيه؟ هو ده سؤال حقيقي مش سهل، ولكن اللي ممكن أقوله كمرحلة في البداية وإنت بتختار الجامعة بتاعتك، هي مش نهاية الكون. يعني حاول تسمع صوتك الداخلي، إيه أقرب حاجة ممكن تكون مناسبة ليك ولشخصيتك وحابب تدرسها، وما تحاولش تتأثر بالآراء اللي حوالينا. احنا بنسمع آراء كتير قوي، كليات القمة بالظبط كده، ودي حاجة انا ما سمعتهاش غير في مصر تقريبا والدول اللي شبهنا، بس بره ما فيش الكلام ده. فحاول تشوف ايه القريب اللي تحسه قريب منك وتكمل فيه، وما فيش مشكلة انك تغير بعد كده. نورهان، انت لقيتي القريب منك إدارة الأعمال؟ مظبوط. عملتي ايه؟ ازاي فتحتي لنفسك يعني طرق تقدري من خلالها توصلي للمكانة اللي انت فيها دلوقتي؟ التجربة، وما كنتش بقول على حاجة لأ. يعني انا بشوف دلوقتي في مشكلة في الشباب ان هما الشغل ده مش مديني الفلوس اللي استحقها، فانا مش هشتغل. حضرتك شايف ان ده استسهال ولا هو عاوز يبقى اسرع، عاوز يوصل اسرع؟ هما حاجتين، هو شويه ممكن بتبقى الناس عايزه التعب اللي تتعبه وتاخد على قد مرتب، وده حقهم. والشركات برضو بصراحه في البدايات بيبقوا عارفين ان الطلاب لسه متخرجين، فبيبقوا مقللين نسبه المرتبات، مش كل الشركات طبعا بس ده الاغلبيه. ولكن اللي بشوفه ان انت المفروض اشتغل اي شغلانه لحد ما تبدأ توصل للي انت عايزه، وده اللي بدأته. أنا ما قلتش على أي شغلانة، لا أنا اشتغلت أول ما اشتغلت ميديكال سيلز، يعني باخد الأدوية ألف على الدكاترة كسيلز، فدي كانت أقرب حاجة موجودة لي، بس أنا كنتش بحبها خالص، يعني ما كنتش شايفة أنا هكمل في ده، بس هي دي هتفتح لي طريق لحاجة تانية أنا عايزاها. فاشتغلتها، وبعد ما اشتغلتها حسيت لا خلاص ده كده كفاية عليا، أنا هروح لحتة تانية. فبدأت أشتغل في مصنع ملابس كسبلاي تشين عشان اخد تايتل السبلاي تشين، وكان مرتبه نص المرتب الاولاني. سلاسل الامداد، سلاسل الامداد ده جزء من الاداره، ده بيبقى جزء من الاداره. فانا كنت حابه الجزئيه دي، كانت جديده ما كانتش موجوده كتير، فكنت حابه ان انا اخش فيها، فكان موجود. يعني هي اقرب، هو نموذج مصغر شويه بالظبط اللي حضرتك وصلت ليه. هو ما حدش هيوصل مره واحده، انت لازم بس تحاول تبني انت بالظبط عايز ايه، سلمه سلمه السلمه هتوصلك لايه تاني. واللي بشوفه دور الاستشاريين حواليك في المجال ليك. يعني انا كنت دايما بسال، بشوف مدير في الشركه الفلانيه ممكن اروح اساله طب انا اعمل ايه، طب انا بفكر في الحاجه الفلانيه، بشوف الناس اللي عندها خبره اكتر مني وابدا ان انا اسالهم طب انا عايزه اعمل كذا، طب مش عايزه اعمل كذا، وبتناقش. يعني عشان كده الخبره تراكميه، نقدر نقول فلما توصلي للمكان اللي انت عاوزاه بعد كده خلاص استفدتي من كل التجارب اللي فاتت. مظبوط، لان كمان هي تجارب الناس اللي مروا بيها هي تفيدني، بتاثر عليا طرق كتير، بس في نفس الوقت انا لازم اختار المناسب ليا، المناسب لشخصيتي. المناسب ليكي شفتي انك لما هتسافري هولندا هيكون أنسب ليكي؟ القرار جه إزاي؟ تحدي كبير برضو، ما هوش سهل، مجتمع مختلف تماما، شركة كبيرة ومهمة ووظيفة أو بوزيشن
عالي جدا، بتتحكمي في سفن عابره للقارات يعني. ده حقيقي، هو القرار كان موجود من زمان يعني. انا كنت شايفه ان بدايه القرار من وانا صغيره قوي، من وانا في الجامعه انا كنت دايما بقدم اني عايزه اسافر بس اتعلم اتعلم دراسه، فما كنتش بتوفق اني اخد منح، بس هو كان دايما قرار موجود. بس كنت شايفه نفسي اني لازم انجح في مصر، لان مصر بلد تحديات كبيره جدا، واللي هيعرف يتغلب على التحديات اللي موجودة في مصر هيتغلب على أي حاجة تانية. ودي حاجة برضو بشوف إن الناس هنا شايفة إن مصر من أصعب البلاد، ولكن هي التحديات موجودة حوالين العالم، فاللي هينجح هنا هينجح في أي حتة. فأنا مشيت من هنا أنا شاطرة ومحققة حاجات كتير في فرع الشركة في مصر، وبعد كده أنا كنت شايفة إن ده كفاية عليا، أنا عايزة أشوف البزنس من صورة أكبر، وكنت عايزة أكمل الدراسة بتاعتي. وده اللي اتكلمت معاه مع مديري، هو كان مدير انجليزي وهو حقيقي اللي امن بيا واداني الفرصة، واتكلمت معاه وقلت له بصراحة انا مش فاهمة في الشغلانة اللي انا مقدمة عليها دي اي حاجة، كنت عارفة اقراها اصلا تقريبا. بدأت تدرسيها ازاي؟ هو علمني يعني، هو انا قلت له انا عندي مهارات وانا حابة اني اتعلم، ودي حاجة بشوفها دايما. يعني ايه مش عارفة تقريها اصلا؟ الجوب ديسكريبشن نفسها او وصف الشغلانة نفسه، هو الفرق ما بين الشغل في مصر والشغل برا في اوروبا او في المكتب الاقليمي اللي انا فيه حاليا او المركز الرئيسي. احنا هنا تنفيذيين اكتر، هناك احنا شغل اداري واستراتيجي اكتر، احنا بنحط الخطط اللي هتمشي عليها بقيه السنة. اه بالظبط، مش بقيه السنه، بقيه الدول اللي بتنفذ. لان احنا بنتكلم في شركه بدون ذكر المسمى الاسماء، هي مسؤوله عن مساله نقل ولوجستيات وسفن، احنا بنتكلم عن ربط يعني. هي ربط شركه عالم. مرسك للملاحه البحريه هي من اكبر الشركات الموجوده حوالين العالم، هي دلوقتي بتشتغل في اللوجيستكس والسبلاي تشين بالاضافه الى شغلها في المواني البحرية وحركة السفن والمراكب، فهي من أكبر الشركات، هي شركة ليها تقلها في السوق وحقيقي بتساهم في. إيه التحديات اللي قابلتك أول ما بدأتي تحطي رجلك في هولندا وحسيتي لا أنا هرجع مصر تاني، أنا ولا عايزة أشتغل في الشركة ولا عايزة أدرس هنا، أنا هرجع مصر تاني؟ حقيقي هما شقين، شق للحياة نفسها وشق للشغل نفسه. الحياة نفسها صعوبتها أول حاجة الطقس، إحنا متعودين على الشمس، هناك أغلب الوقت تقريبا 10 شهور ضلمة أو شتاء، فده بيأثر عليك نفسيا جامد جدا، أنت دايما عندك مش شايف السماء أصلا، السماء مظلمة، وده بيأثر عليك أنت دايما محبط وحاسس أن أنت عندك اكتئاب على طول. فحتى الدكاترة هناك بيدونا فيتامينات عشان نقدر أن احنا نكمل، دي حاجة تبان أنها مش مهمة بس هي حاجة شديدة جدا. كنتش مع تراكم طبعا مع الوقت بتفرق جدا طبعا طبعا، وبتخلي جسمك مفهوش الطاقة والحيوية اللي تقدر تدي بيها. الحاجة التانية الاندماج في المجتمع نفسه، أنا محجبة وده كان بيخلي دايما في حاجز ما بين الناس انهم يجوا يتعرفوا عليك، لانه هم مش عارفين ما مدى قابليتك للموضوع، والميديا كمان مكبره الميديا هناك عندهم يعني الميديا في العالم كله حقيقي مكبره فكره ان المسلمين اشداء مش متعلمين كفايه، ف يعني ممكن البعض يوصلها وكانها صوره ان هو في انغلاق مثلا. بالظبط بالظبط، ودي حقيقي موجود يعني، وكوني مصريه فالناس لسه عندها الخلفيه بتاعت ان احنا لسه ماشيين بالجمال، فانك تكسر كل الحواجز دي تبدا تعرف للناس لا انت متعلم بتلعب رياضه متفتح، الحجاب مش بيعيق حاجه زي كده انك تندمج معاهم، ده خد مني دليل ان هم اختاروكي في وظيفه عاليه جدا في شركه من اكبر الشركات في الملاحه. هو المجتمع بره كحياه ما لهمش علاقه بالشغل، ما يعرفوش انا جيت ليه او بشتغل لا انا اقصد العلاقات بقى داخل الشغل يعني، هي برضو ما نفس او بنفس التفكير هيبقى نفس الاسلوب في التعامل يعني. مظبوط، وده فعلا كان تحدي من التحديات ان انا محتاجة اخد المبادرة اعرف زمايلي انا مين، لان هم مش عارفين ممكن يقدروا يتعاملوا معايا ازاي وايه حدودي. يعني انت بادرتي بالموضوع؟ انا خدتي وقت قد ايه لحد ما قدرتي ان انت خلاص اندمجتي وعرفوا الصورة الشخصية ليكي ولشخصك وثقافتك والخلفية اللي انت جايه؟ ده مثلا سنتين يعني، دي مش حاجة بتيجي مرة واحدة، خصوصا انه مجتمع احنا هنا يعني اجتماعيين اكتر، انت لو مشيت في الشارع المصري وقلت سلام عليكم لحد هتتصاحب مع الناس كلها، ممكن لو اتفضل وتعالى. بالظبط، هناك هو مش كده خالص، هو هناك الناس حقيقي سواء في الشغل بيخشوا يشتغلوا من الساعة 8:30، ساعة بريك الساعة 12، من الساعة 1 للساعة 5 بيشتغلوا وبيمشوا،
ما فيش العلاقات احنا ما بيننا. انا كنت شغاله في مكتب مصر هنا احنا لازم نفطر الاول بالظبط كده والقهوه والشاي وكل كل الكلام ده وبعد كده نفكر في الشغل. فهناك كان مشكله انك مش عارف تلاقي الوقت وهم هناك بيفصلوا ما بين الصداقه وما بين الشغل. فدي ما كانتش حاجه سهله عقبال ما قدرت ابني. بس كونتي صداقات ومعارف وفي مصريين كتير هناك قريبين منك ولا لا؟ في الشركه في بس مش كتير. انا تقريبا البنت المسلمه المحجبه في المكتب كله, ولكن في رجال زمايلي موجودين بره في المجتمع ذات نفسه او في الحياه بتاعتي. طبعا في مصريين وحقيقي شرفوا يعني. الى اي مدى الاهل كانوا داعمين ليكي وموافقين على فكره سفرك وتغيير ملامح دراستك وتغيير حياتك بالشكل الجذري ده؟ هي مراحل برضو يعني. في المرحلة في البداية خالص وانا في ثانوية عامة وبقول لهم انا عايزة اسافر واعمل ماسترز وكل الكلام ده, كمجتمع مصري انا اهلي ناس متعلمين موظفين بس في نفس الوقت انتي بنت ونخاف عليكي والخوف الشديد ده, فخدنا فترة كبيرة مناقشة يعني 4 سنين بنتناقش في نفس الموضوع في نفس القصة. بس انا كان عندي اصرار اني انا شايفه ان الواحد لو عايز يضيف اي حاجه لنفسه او للبلد او لاي حاجه هو لازم يبدا بروحه. فانا كنت شايفه ان دي حاجه مهمه ليا عشان اتطور. استجابوا بصراحه وكانوا هم اكتر ناس داعمين ليا حاليا. ما بتسافر بره بتمر بمشاكل كتير مختلفه مسؤوله عن حياتك واحنا مش متعودين على كده في مصر. هم اكتر ناس بيدعموني يقولوا لي انت عديتي بده, انت تقدري انك تكملي, انت تدفعوني الخطوه اكتر. الصحاب برضو ليهم دور. فالاثنين حقيقي من اكتر الحاجات اللي مهمه في حياه اي شخص هم دور الاهل. يدعموا الولاد ايا كان تفكيرهم, خلوا عينيكم عليهم, خليكم استشاريين ليهم, خليهم يبداوا يفكروا بنفسهم عشان يقدروا ياخدوا مسؤوليه في حياتهم. ممتاز حضرتك اللي اشرتي لي مساله خليكم استشاريين ليهم. طبعا يعني هو يصنع قراره وانت تكون استشاري كوالده او والدته استشاري ليه ولكن هو يصنع قراره. ده مهم قوي اليومين دول بالذات النهارده مع بدايه التنسيق يعني. مظبوط. قرر الكليه بس احنا يعني هنشورك في الموضوع. مظبوط. وهي مش نهايه الكون برضو يعني. انا سواء في الشغل او في الدراسه انا غيرت كتير جدا لان خططنا والاهداف بتاعتنا وتفكيرنا بيتغير مع الوقت. بس التغيير ده بيحتاج لمرونه في الشخصيه. طبيعي. لمهارات اخرى برضو ممكن في مراحل العمر الصغيره وحتى في الكبيرة يعني. ممكن لو حد وصل لمركز مثلا زي اللي حضرتك وصلتي له في الشركة يجي يتعرض عليكي في مكان تاني في بلد تانية أو كده تقعدي تفكري وقت أطول كتير من قرارك لما قررتي تسافري لهولندا. الخوف بقى مع السن مع الخبرة مع شوية حاجات كتير كده. ساعة ما بيجيلك قرار صعب عايزة تاخدي فيه يعني أكشن أو تاخدي القرار بتعملي ايه؟ بتفكري ازاي؟ بتحطي ايه قدام عينيكي؟ وانتي قلتي الكيمياء خلتك تقدري تحللي الاشياء وخلتك وديتك خبره مميزه مع تراكم خبراتك وتعاملاتك مع الاخرين. اما باجي اخد قرار دايما في اكتر من شيء بعمله. اول حاجه بسمع صوتي الداخلي بيقول لي ايه. ده اكتر حاجه صادقه يعني. دي اكتر حاجه صادقه وتتسمع. بستعين بالله طبعا. صلاة الاستخارة بالنسبة لي كمسلمة طبعا أو لو مسيحي أو أي كانت الديانة بحس أن دايما ربنا هو اللي هيوجهنا للشيء الأفضل لينا. وباخد بالأسباب بستشير الناس اللي ممكن يكون عندهم خبرة أكتر مني في الشيء اللي أنا عايز أخذ فيه قرار. حتى لو مش عارفاهم أو مش حواليا أنا بحاول أوصل لهم. إحنا في سوشيال ميديا ومنفتحين جدا على حاجات كتير فتقدر توصل لأي حد مسج على لينكد إن ودي عملتها كتير جدا. عايزة أفهم حاجة عن حد فمسج على لينكد إن ممكن تقولي الحاجة دي تتعمل إزاي. موضوع محتاج جرأة ودي حاجة بيتعلمها بالوقت. أنا كنت خجولة جدا. أنا عكس الشخصية دي تماما دلوقتي. أنا من زمان خجولة جدا كنتش بقدر أتكلم. وانت اللي اشتغلتي على نفسك في فكرة الخجل يعني ما حدش ساعدك أو ما طلبتيش من حد إزاي أكون أجرأ إزاي أوصل للهدف اللي أنا عايزاه من غير ما أكون خجولة يعني. الأنشطة التطوعية بتساعد في ده كتير يعني. الأنشطة التطوعية بتكسر الحاجز ده كتير إنك تبقى خجول إنك بتبقى مش مندمج مع الناس. فدي هي كسرت فيا يعني. تطوعيه يخليه يمارس اكتر. عشان كده حضرتك كلمتي في ده من وانت في الكليه يعني في الجامعه كنت بتميلي للجزئيه دي. ده حقيقي. طب
احنا اتكلمنا ان حضرتك غيرتي اكتر من مره، حتى التغيير الاول كان من الكيمياء للوجستيات والنقل البحري او النقل البحري وغيره. هل حتى الان ممكن يكون عندك الاستعداد انك تغيري تاني او تالت او مش عارف هتكون للمره رقم كام؟ انا بالنسبه للدراسه حاليا انا يعني راضيه عن الحاجه اللي بعملها. بالنسبه للشغل انا غيرت السنه دي 4 شغلانات مختلفه باربع مديرين. نفس المجال فرعيا يعني ولا لا؟ هي في نفس الشركه بس مجالات مختلفه. وده المستقبل اللي عايز يبقى ليه وجهه نظري الشخصيه، اللي عايز يبقى ليه مكان في المستقبل وفي الشغل لازم يبقى عنده مرونه في الحركه، لان اللي بيحصل حاليا دلوقتي من صراعات سياسيه وازمات اقتصاديه بتحتاج ان يبقى في مرونه للاستجابه للحركات اللي بتحصل حوالينا، وبالتالي الشركات نفسها بتتغير عشان تفضل دايما مطلوب. اعتقد يعني هو مش ليك كشخص، هو عشان يبقى ليك مكان في 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 العالم عموما. اللي بيحصل حاليا هو تغيير شامل وعام لكل حاجه، فالشركات بتبدا تغير التنظيم بتاعها بشكل مستمر عشان يعني تقدر تستمر. من خلال ده حضرتك شايفة انه مش بس الشخص يكون عنده مرونة وعنده رؤية مستقبلية لإيه بسبب الأحداث اللي بتحصل، إيه اللي ممكن يحصل في شكل وظيفته التقليدية أو الغير تقليدية حتى، بس هي ممكن تتغير بعد شوية. مزبوط. أنت بتشوفي الوظائف عاملة إزاي دلوقتي ووظائف المستقبل شكلها إيه في مجالك الملاحة البحرية؟ مجالي كملاحة هو مجال مستقبلي جدا، لأن أنت من غيره مش هتعرفي توصلي الدواء لأي بلد حوالين العالم، ولا الأكل لحد، ولا هتوصلي غاز، ولا توصلي بترول. فهو طبيعي أنا المجال بالنسبة لي كويس عشان أنا حاسة أني ممكن أقدر أساعد العالم كله من خلال شغلي، أني أسرع لهم او اساعد كشغلي. اكيد مش انا لوحدي، انا احنا شركه كبيره، منظومة كبيرة طبعا. فانا جزء منهم، بس لو قدرت اني اعمل شغلي بشكل مظبوط اسرع الحركه بتاعه السلاسل الامداد والتوريد، ده بحس بالنسبه لي اني ساعدت اشخاص كثيره جدا من مكاني. المجال ذات نفسه هو مجال فيه ضغط شويه، لان انت دايما مضغوطه، بتتابعي شحنات رايحه، مشاكل في مواني بتحليها، مشاكل في مراكب، عندك احداث بتمر بيها في البحر زي ازمه البحر التوقيت اللي احنا فيه حاليا طبعا بالتاكيد على مستوى العالم يعني عامل خلل يعني. بالظبط. فانت بتحاولي ان انت تشوفي ازاي ايه الحلول، فهو ضغط. بس انا مش بحب اركز تحديدا على المجال ده، هو اي بني ادم لازم يحاول يكتشف نفسه ايه الحاجه اللي هو يقدر يكون فيها متميز. بس شيء صعب يعني، احيانا الناس بتعيش وتمشي من الدنيا من غير ما تكون اكتشفت ايه الحاجه اللي جواها كانت ممكن تكون افضل فيها. يعني هي دي سنه الحياه برضو. هي مش كل الناس هتبقى قاده، ومش كل الناس هتبقى ناجحه، ومش كل الناس طبيعي لازم، حتى ربنا قال في القران وخرقنا فوقكم فوق ذي بعض طبقات، فطبيعي ان ممكن يبقى هدفه في الحياه ان هو ربى طفل كويس. ده هدف عظيم في حد ذاته انك تخلق حد سوي في الشغل. شرط يكون على المستوى العملي؟ لا طبعا مش شرط. في ناس ممكن بالنسبه لهم نجاحهم هم راحه البال، ان هم عايشوا في الدنيا مرتاحين، ماتوا بصحه كويسه وخلاص، هو ده كان بالنسبه لهم النجاح يعني. هل في بعض الامور مثلا، خاصه لو بنتكلم في الشق العملي هنا، الموضوع بيحتاج ان يكون في صفه المغامره؟ طبيعي. حتى لو يعني تكون محسوبة ولا أنا هجربه؟ مغامرة مش محسوبة. لا لا، المغامرات لازم تكون فيها محسوبة، بس أنت مش ضامن النتيجة يعني. أنت لازم تكون جريء على الحاجة اللي أنت عايزها، ولازم تبقى مؤمن بالحاجة اللي جواك اللي أنت عايز توصل لها، وطبيعي هتاخد مغامرة. من غير المغامرة مش تعمل أي حاجة. نورهان، أنت عديتي نجاحات بالنسبة للأشخاص، أنت بالنسبة لك النجاح هو إيه وتحافظي عليه إزاي؟ النجاح بالنسبة لي هو أني أكون شخص متزن في الدنيا، أني ما أزيش حد، وأني أقدر أفيد على قد ما أقدر. ده بالنسبة لي لو أثرت في حد النهاردة وأنا بتكلم أو لمست حد، ده بالنسبة لي هو نجاح. فالنجاح نسبي، بس هي دي الحاجة اللي أنا بحبها، اللي بحس أني لو أثرت في بني آدم أنا تمام. ده حقيقي. وجودك النهاردة معانا نورهان في حد ذاته
هو تأثير لكل حد بيشوفنا بالتأكيد. شكرا. نموذج فعلا للشباب. شكرا ربنا يكرمك. نموذج مميز الحقيقة وسعيدنا بيكي جدا. نورتينا نورهان عبد العزيز مديرة تنفيذية بإحدى أكبر شركات النقل اللوجستية. أهلا بيكي معنا. أهلا بيك. شكرا. الحقيقة أنه شبابنا المميزين في كل المجالات كتير ودايما بنحاول معاكم نلقي الضوء عليهم كده وينورونا في يوم سعيد. لكن إحنا لسه معنا فقرات تانية, استنونا بعد الفاصل. لسه معاكم واحنا بنحتفل باليوم العالمي للشباب, وبالتأكيد زي ما قلنا الشباب المصري شباب مميز جدا في كل المجالات. علشان كده بنتكلم بان مصر ولادة في كل المجالات, ولما نقول كمان يعني الجانب الخاص بالصحافة, ولما يكون قسم علمي وبنقول هنا جريدة الأهرام, يعني حاجات متعلقة بالتخصصات العلمية في الصحافة. ده شيء يعني يعتبر بالنسبة للبعض جديد, يعني فكرة القسم العلمي, فده ممكن يكون للبعض مختلف وممكن يكون للبعض حاجة محتاج ان هو يستفسر فيها اكتر. وباعتبار ان احنا معانا نموذج شاب النهاردة, بالتأكيد هو مشرفنا ومشرفنا في كل دول العالم وكل المشاركات والفعاليات اللي بيكون موجود فيها, هيكلمنا اكتر عن الجزئية دي وازاي شباب المصري مشرفنا وازاي شباب المصري ممكن يكون لي يعني دور في المجال ده. معانا الأستاذ أشرف أمين رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام. أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم. صباح. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ بفكرة بداية حبك للصحافة وخاصة الجانب العلمي, يعني وقت ما دخلت الأهرام كده إيه اللي خلاك تروح للصحافة العلمية؟ هو الصحافة العلمية يعني مجال من المجالات الصحافة المتخصصة, وده بشكل كبير لكل, بما ان احنا يعني بنتكلم على الشباب وبدايات الناس انها بتلتحق بالكليات وكده, الصحافة المتخصصة هي الرهان دلوقتي في كل مجالات الإعلام, مش بس الصحافة العلمية, الصحافة الاقتصادية, الصحافة الرياضية. وجوه الصحافة الرياضية ممكن تلاقي ناس متخصصين في رياضات كتير. احنا يعني واحنا بنتابع الأولمبياد بقينا بندور على الإعلاميين اللي فاهمين في الرياضات بعينها يعني. ونفس الحكاية في الصحافة العلمية, الصحافة المجال واسع جدا, في جواه تخصصات منها تغير المناخ, منها القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا, العلوم الأساسية وما إلى ذلك. فبصراحة يعني أنا بشكرك أنك يعني وصفتني من ضمن الشباب, بس أنا يعني بقالي شوية بشتغل. لما دخلت المجال كنت سعيد جدا بهذا المجال اللي ما فيهوش ناس كتير. دلوقتي الدنيا اختلفت شوية, بس فرص أن الواحد يشتغل فيه ويبقى ليه إسهامات خاصة فيما يتعلق بالمحتوى اللي باللغة العربية قليل, فواحد ممكن يسهم فيه كويس. يعني من باب تخصص أو هيكلة لقسم الصحافة العلمية موجود في مصر من امتى كده؟ لا هو موجود من زمان يعني, والأهرام كانت من أوائل المؤسسات في العالم العربي اللي تعمل دوت يعني الأهرام والأخبار. بس احنا كان عندنا حد صحفي رائد مهم جدا اسمه أستاذ صلاح جلال, كان نقيب الصحفيين ورئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة. هو كان من الستينات هو اللي أسس حاجة اسمها نوادي علوم الأهرام والقسم العلمي في الأهرام. وبعد كده الدنيا تطورت, بقى عندنا كمان صحفيين معنيين بقضايا البيئة, والمؤسسات الصحفية سواء الحكومية أو الخاصة اقتدت بهذا الحذو يعني, وبقى فيه ما فيش في أغلب المؤسسات والصحف وكده بقى فيه صحفي يعني. الصحافة العلمية في الوطن العربي عموما مظلومة حبتين. صحيح. لأن ما عندهاش المنصات القوية اللي من خلالها بتقدم المحتوى. وقول لي الأسباب, يعني ممكن برضو يكون عندك أسباب لده. لكن مثلا برا هنلاقي دوريات وصحف ومجلات وإحنا هنا عارفينها وبنشتريها وبنقتنيها أحيانا للمحبين يعني لهذا النوع من الصحافة, لكن عندنا في مصر وفي الوطن العربي ما زالت الصحافة العلمية برغم وجودها من الستينات إلا أنها لازالت بتتحسس خطاها. ليه؟ يعني هو التراجع في صناعة الإعلام هو طبعا مرتبط بحاجة أكبر مننا كلنا, اللي هي طبعا السوشيال ميديا بشكل عام وتراجع مبيعات المطبوعات وما إلى ذلك. فدي مسألة أثر على كل الكيان يعني كل المؤسسات الإعلامية, فبالك بقى الصحافة المتخصصة. واحدة من الحاجات اللي بتقوي أي محتوى متخصص هو أن يبقى فيه ما يسمى بالبيئة أو الإيكو سيستم الداعم ليها. فإحنا مثلا في مجالات متخصصة زي الكورة,
انت هتلاقي كل الناس المعنية بكرة القدم سواء كرعاة كشركات كناس بيقدروا يساهموا سواء في التطوير الفني للرياضيين وما إلى ذلك كتير. الصحافة العلمية حجم المعنيين بها كمحتوى علمي وكتطور بحث علمي أقل وحجم التمويل فيها أضعف وأقل. الدنيا تغيرت مع الزمن. ممكن المؤسسه ممكن الاصدارات مع يعني محبينها او عشاقها مش كتير زي النوعيات الثانيه من الصحافه. الواحد بيتفاجئ من القراء بصراحه يا استاذه، يعني لما الواحد بيتابع مثلا دايما في الرهان مثلا ان القضايا الصحيه هي القضايا اللي هتتقري اكتر. انا بفاجئ بالشباب المصري ان هو لما بيلاقي محتوى جيد عن الفضاء عن الرحلات للكواكب البعيده بيبقى ليها قراءات كبيره جدا، لان المحتوى ده بالعربي ده بالنسبه له يعني. جدا. طب انت مش متخصص في فرع بعينه، يعني احيانا بتكتب في التكنولوجيا، احيانا بتكتب في موضوعات طبيه، عملت حوار مع حد وقت الكورونا كان هو اللي عمل اللقاح تقريبا، عملت حوارات مؤخرا مع ثلاثه من اصحاب نوبل في الفيزياء. متنوع الموضوعات ده بيكون أسهل عليك كصحفي ولا بيزيدك خبرة؟ يعني بتتعامل إزاي مع الموضوعات المختلفة دي ومع سفرياتك كمان، يعني مرة في أفريقيا مرة في أوروبا مرة معرفش فين، اللي هو بتحضر مؤتمرات كمان متنوعة ومختلفة؟ ودي متعة عظيمة جدا. الواحد لما بيبقى يعني عنده فرصة إن هو يعني يغير المجالات، هو يمكن الرهان الأهم لأي إعلامي يعني هو إنه يبقى عارف جمهوره. فلأن أنا عارف أن أنا بخاطب شريحة كبيرة مش شريحة متخصصة، فقادر أن أنا أتحرك لمجالات مختلفة اللي هو الجمهور العام. الواحد مش محتاج أنه هو يكتب محتوى شديد التخصص، بتبقي عايزة بلغة يقدر بلغة سهلة بسيطة يعني. وأن يبقى فيه يعني فهم لما يتم، ليس كل ما يتم ولكن فهم عام لما يتم. ولكن انت تخيلي مثلا مواضيع زي الحوارات مع الناس اللي واخدين نوبل في الفيزياء، دي مواضيع بتبقى شديده التعقيد. حضرت له ثلاثه مختلفين، عقليات مختلفه من اماكن مختلفه، حاصلين على جائزه نوبل، يعني واخدين شهاده ايزو ان هم علماء بارعين، كل واحد منهم في تخصص ادق في الفيزياء، والفيزياء اصلا حاجه صعب فهمها. انت استعدت لحوار زي ده ازاي مثلا؟ والله انا راهنت على حاجه كانت نجحت الحمد لله، يعني في البنى وفي دراسه في قرايه الشخصيات وكده، ان يعني كان في معلومه صغيره في خلال الحوار على الموضوع اللي اشتغلوا فيه، بس كان الرهان الاكبر على التعرف على الانسان مين هم دول. فمثلا كانوا على الجانب الانساني اكتر بالظبط. فمثلا كان في لقطه كانت ظريفه جدا ان دونا ستريكلاند مثلا هي اللي خدت جائزه نوبل في الفيزياء عن تطوير في مجال الليزر، اللي من تطبيقاته مثلا العمليات بتاعه الليزر اللي بتتم دلوقتي. هي بتلبس نظاره وبتقول انها عمرها في حياتها ما هتعمل عمليه الليزر بالرغم اسهاماتها في ده. طب ليه بتبرر هي السبب؟ ان هي يعني هي شخص يعني برغم ان هي عملت اسهام علمي ليه تطبيقات كتيره جدا منها المجال دوت الطبي، الا ان هي ما تحبش تعمل ده على نفسها. ابنها كاتب كوميدي وبيكتب في مجال الكوميديا، فكانت حاجة ظريفة جدا، فرقة غريبة بين علم وكوميديا، وهي نفسها شخصية ساخرة جدا وهي بتتكلم يعني بتحب تهزر وبسيطة جدا. يعني مش الجانب المعقد اللي ممكن يجي في دماغ حد وهو بيسمع كده حاصل على جائزة نوبل وفي الفيزياء، فممكن يجي في دماغ حد حاجة تانية خالص. انت بتلاقي بتتعامل مع بني ادمين، بني ادمين دول ابهات وامهات وعندهم تجارب حياتية وعندهم قصص فشل عندهم وهم بيشتغلوا، ودي بتبقى حاجه ملهمه جدا بعد كده. انه وهم بيشتغلوا لقوا الموضوع مش ماشي فقعدوا يحاولوا ان يتم انسنت المواضيع والنظر مش بس على المحتوى الجاف ولكن الناس اللي ورا المحتوى ده. اعتقد ان ده كان رهان اشتغلت عليه. برضو ان الويليه اللي هي اللي خدت نوبل السنه اللي فاتت، هي بتشتغل على مجال اسمه الاتو ثانية. فوجئت واحنا في وسط المؤتمر الصحفي عشان تبسط الموضوع، راحت جابت سيره الدكتور زويل وقالت في كذا 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 والفيمتو ثانيه، فانا لقيتها بتتكلم على الفيمتو وينسب هذا كذا، لقيتني لا اراديا كده وانا قاعد في المؤتمر قلت لها احمد زويل، فلقيتها سكتت قالت لي انتوا فاكرين، قلت لها طبعا احمد زويل وما الى ذلك. فالواحد في وسط فخر طبعا، سعيد وكده،
وبعد بعد المؤتمر الصحفي رحت لها فقالت لي كويس والله ان انتم مهتمين بدكتور زويل واحنا يعني احب يعني على ذات احنا اليومين دول برضو كلام كتير على طبعا ذكرى دكتور زويل واسهاماته المهمه يعني مش بس هو فخر لينا ولكن اسهاماته العلميه الدوليه مهمه جدا وما تم بعد كده لسه بنتكلم عن مدينه زويل وجامعه زويل. طب برضو الحوار مع شخصيات ثرية زي دي من الناحية الإنسانية ومن الناحية العلمية كقارئ مش بقى كصحفي بتبقى نفسك تقرأ إيه في الشخصية دي عشان تبرزه للناس تقول إيه إن الناس دي مميزين في إيه مختلفين عننا في إيه. والله يعني وانا بعمل البحث يعني بحاول ادور هم مين عملوا ايه وكده وبيبقى فيه كده صوره نمطيه ان هم شخصيات دمها تقيله وان هي شخصيه عقاره يعني معظم الناس اللي موصله لدرجه علميه كبيره كده تلاقيهم اولا متواضعين جدا ده حقيقي. سهل التعامل معاهم بمرونة وسلاسة غير عادية حتى يعني ممكن تستغرب لها أصلا اللي ما وصلوا من مكانة كمان إلى جانب أنه معظمهم بيبقى دمهم خفيف يعني بتفاوت طبعا الثقافات وما إلى ذلك والفرصة اللي كانت ظريفة في الملتقى اللي أنا كنت فيه في ألمانيا أنه هو الأساس فيه هو مش مؤتمر علمي هو مكان العلماء بتوع نوبل بيجوا يعني سنة بيعملوها لعلماء الفيزياء للكيمياء للبيولوجي وسنة لكل التخصصات بيقعدوا مع شباب باحثين اللي هم اللي لسه عاملين ماجستير أو دكتوراه أو كده من كل دول العالم اللي هم لسه يعني في بداياتهم. الهدف من ده إيه؟ الهدف من ده فكرة هو طبعا لما بدأ في سنة 51 كان بعد الحرب العالمية الثانية وكانت ألمانيا معزولة عن العالم الغربي فكان إحياء التواصل ما بين الشباب العلماء وإصلاح ما أفسدته الحروب يعني. بعد كده الدنيا تطورت فبقى ملتقى لكل العلماء وفرصة لكل الناس اللي من الدول النامية إن هم يقعدوا ويلتقوا بالعلماء اللي هم واخدين جوائز نوبل ويطرحوا أسئلة المستقبل يعني يقولوا لهم مثلا إحنا بنفكر في الموضوعات دي وفي التحديات دي الشباب الباحثين مع علماء نوبل فيبقى في حوار مش جلسات مؤتمر رسمية ومتحدثين وكده ولكن حوار عصف ذهني نقدر نقول يعني عصف ذهني مناقشة أفكار بالعكس في شباب بيطلعوا يتكلموا على الأفكار اللي هم بيتناقشوا فيها وده اللي كنا لسه بنتكلم عنه في بداية الحلقة يا فندم فكرة الشباب حماس شباب فكر شباب مع خبرات الكبار اللي هم هنا طبعا علماء حاصلين على نوبل بالزبط. فهو ده اللي بنتكلم عنه التكاملية ما بينهم يعني فالموضوع كان وما فيش فكرة الهيراركي يعني أنه حد فاهم أكتر من التاني بل بالعكس المساحات مفتوحة للتشارك وطرح الأفكار وكده ودي للصحفيين فرصة من ذهب انت وانت بتعرفهم على نفسك بتقول لهم أنا فلان الفلاني أشرف أمين رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام المصرية وطبعا اكيد اللي انت قلت لها احمد دكتور احمد زويل وكذا عرفت ان انت مصري حديثهم معاك من ناحيه الاهتمام الصحافه المصريه بالجوانب العلميه اقبالهم على انهم يعملوا حوار يعني يترجم للغه العربيه يعني احكي لي عن رؤيتهم وفكرهم تجاه الصحف العربيه او الميديا العربيه وخاصه العلميه هو طبعا يعني عشان عائق اللغه مش يعني ما كانش فيه فرصه أنا. في بعضهم يعني واحده منهم قالت لي انت اول صحفي من مصر فانا كنت سعيد بهذه الفكره بس بعد كده واحنا بنتكلم يعني مثلا طبعا النقطه بتاعه الدكتور زويل دي كانت نقطه مشتركه ومن فتحت مجال للحوار وحد تاني مثلا زي الدكتور محمد حسن اللي بيشتغل برضه في الولايات المتحده على بحوث الاتوساكن اللي هي تكمله شغل انري ليه فان يبقى في نقط ايه محمد حسن مصري ولا مصري بيشتغل هو من تلامذه الدكتور زويل وبيشتغل على الجزء اللي العالمه الفرنسيه بتكمل عليه وليه ابحاث مهمه جدا يعني ويا رب في السنوات الجايه يعني نسمع عنه اخبار حلوه يعني من ضمن الناس اللي اتكلمنا عن نجاحات المصريين المختلفة اللي انت برضو بترصدها في الصفحة عندك ومهتم بيها بس كمل لي نقطة يعني كان عندهم شغف انهم يتكلموا عن جوائزهم وعن مشوارهم وعن حياتهم لصحافة عربية والله هم غالبا طبعا لان اتعمل معهم حوارات كتيرة فبيوصلوا لمرحلة تشبع وكل المحتوى بيبقى موجود فبيبقى التحدي اللي هي زاوية التناول او الحوار
انا بحضرتك ركزت على الجانب الانساني. ده نقطه. النقطه الثانيه اللي هي ممكن تبقى مهمه لينا كدول عالم نامي، ان الشغل اللي بيعملوه ده شغل بيحتاج تكاليف فلما بتكلم على تحديات انه المواكبه البحث العلمي الدولي وما الى ذلك، بيبقى كان عندهم ردود مهمه جدا، وهي طبعا بيحاولوا يقولوها بامثله بس كانت فعلا مؤثره، انه العلم هو قاطره التنميه في اي دوله. ما فيش دوله من اقصى الشرق لاقصى الغرب ما كان لما رهنت على العلم ما خسرتش، سواء على المستوى الاقتصادي، على مستوى الافكار المستقبليه، على مستوى التحديات. والنماذج بقى من اول كوريا الجنوبيه كانت ازاي وصلت لفين، الهند وما الى ذلك. فانا كنت بحاول اناقش النقطه دي معاهم في ظل التحديات الاقتصاديه العالميه او امكانيات الدول وما الى ذلك، وكان بيحاول ونقعد نفكر واسالهم طب ازاي في ظل الامكانيات المحدوده، انت بتشتغل في معامل مثلا في البلاد اللي انت فيها صعبة انها تتوفر في بلاد تانية في الدول النامية. فكانوا بيردوا عليا بيقولوا لي ممكن لو في تكاتف ان يبقى تركيز على قضايا معينة ذاتها أولوية، وان اكيد الرهان على العلم هو رهان ناجح. اخر نسخة حضرتك كنت موجود فيها مثلا من المؤتمر، اكتر القضايا او القضية الاولى بالنسبة لهم اللي كانت مطروحة وبيفكروا فيها؟ النقاشات كانت طبعا زي ما اللي بنناقشه في مصر هو اللي بنتناقش في العالم، وخاصه لو انت مواكب للترند. فالمواضيع بتاعه الذكاء الاصطناعي طبعا مواضيع مهمه جدا، التطور في صناعه الاجهزه بتاعه الحواسب زي الكمبيوتر الكمي، تغير المناخ دي قضيه عالميه جدا، وبيبقى الطرح كالتالي، لو مثلا حاجه قضيه زي تغير المناخ دي المشكله والطاقات المتجدده، العلم ممكن يبقى ليه دور فيه، يقدر يساهم في ده ازاي. فكان يبقى فيه المشكله والتساؤلات. الجوانب بتاعه الذكاء الاصطناعي طبعا اللي هي اكتر تساؤل دلوقتي، الجوانب الاخلاقيه وفين الانسان وفين الاله ومستقبل العمل وما الى ذلك. فكان من ضمن الحاجات اللي كانت ظريفه ان كنت حاسس انه الأسئلة ممكن تكون متقاربة، بس طبعا وجود قامات وناس بتفكر وعندها خبرات مختلفة كان في، ومشاركتها كانت بتعمل إثراء للحوار بشكل كبير جدا. يعني دايما بنقعد نتكلم على علمائنا المميزين في المجالات المختلفة، ونقول زمان كان عندنا مشرفة، سميرة موسى، دكتور زويل، عندنا نجاحات في مجالات مختلفة للشباب المصري يعني متعددة ومتميزة سواء جوه مصر أو برا مصر، وحريص على أنك ترصدها من وقت لآخر في الصفحات المتخصصة بالصحافة العلمية في الأهرام. مين أبرز الأسماء اللي ممكن تعرفنا عليها وجاي على بالك دلوقتي؟ عارفة طبعا رصيد كبير وطويل وسنوات من العمل، لكن بتأكيد في نماذج كده ما بتقدرش تنساها وبتتابع كمان نجاحاتها في مجالاتها المختلفة. والله يعني في باحثين وعلماء مهمين جدا بيشتغلوا في مصر وبيعملوا شغل مهم جدا، زي دكتور هشام سلام وفريقه البحثي في طبعا موضوع الحفريات الفقارية. حجم الإسهام اللي بيعملوه سواء في الأبحاث اللي بتتم في الصحراء في مصر، وإن هم يكونوا فريق بحثي بيقدر يرصد للحفريات ويسجلها ويبقى يعني عنده مركز بحثي بذات الأهمية أسوة بما يتم في كل دول العالم، فده بيضع مصر على الخريطة العالمية في النوع ده من الدراسات بشكل مهم. في ناس بتعمل شغل برضو مهم جدا في كليات الطب، سواء بالتعاون مع مثلا الدراسات اللي بتتعمل على الموميات المصرية، وكل شوية بيطلعوا بمعلومات جديدة. وفي باحثين مصريين مهمين جدا اسهاماتهم يعني بقت علامة مسجلة، يعني زي ماهر القاضي في شغل البطاريات، وهو من خريجين كلية علوم القاهرة. في يعني الدكتور محمد حسن زي ما لسه كنا بنتكلم عليه على بحوث الأتوسانج، دكتور محمد سلمان وبرضه كان من النماذج المصريه المشرفه في القطب الجنوبي مع التلسكوب العملاق جيمس ويب والبعثه الامريكيه هناك. والظريف في الاجيال الاصغر اللي الواحد عمال يواكبهم ان هم اكثر تواصلا
مع الشباب في مصر بحكم السوشيال ميديا، صفحاتهم هم نشيطين جدا عليها، فبيبقى في تفاعل، بيبقى انفتاح اكبر بالنسبه للموضوع، سواء على بشكل لحظي لما بيبقى في اي اخبار او بان هم بيكلموا بيردوا. يعني احنا برضو محظوظين ان احنا بنعيش في فتره حجم التواصل في العوالم الافتراضيه والسوشيال ميديا اكبر، بحيث ان انت ممكن تبقى، وهم كمان ادركوا ان التواصل مع الناس جزء مهم من شغلهم، وما كانوا الاول المعمل هو مكانهم اللي بيرفضوا حتى احيانا في وقت كبير انهم يجروا حوارات تلفزيونيه او صحفيه، انا مكاني في المعمل انا مش هعرف اتكلم واوصل المعلومه للناس، لكن دلوقتي بقى في قدره على التحاور والمشاركه وتبسيط العلم، وده جزء مهم كمان من دوركم كصحافه علميه. بنفسنا دلوقتي يعني بقى ليهم جماهير يعني منهم للناس على طول، وبالعكس يعني في منهم ناس عندهم مهارات التواصل وشرح المحتوى بشكل مبهر جدا، واصبح يعني. في كمان بعضهم يا فندم يعني بيشتغل على فكره تبسيط العلوم، وده حقيقي. توجه موجود، ده حقيقي. ولكن الصحافه العلميه اللي احنا بدانا كلامنا عنها في مصر مثلا على سبيل المثال، والاقسام وعند حضراتكم في الاهرام وغيرها من الصحف، ازاي بتساعد تحديدا هنا هخصص شباب الباحثين ان هم يوصلوا سواء بالنسبه للجمهور ان هم يطلعوا على فكره العمل واعمالهم العلميه واكتشافاتهم العلميه، او المسؤولين كمان، لان ده بالتاكيد بيوصلهم بالمسؤولين، ممكن مسؤول يشوف يقرا صحيح. البحث بتاعه ويقرا خبر عن الخبر الخاص بالاكتشاف بتاعه والابتكار بتاعه، ازاي ده ممكن يساعدهم؟ والله انا يعني بيتهيألي الشباب دلوقتي وخاصه اللي بيتخصصوا في المجالات البحثيه المختلفه بقوا ملمين بأهمية التواصل العلمي. يعني احنا في السنين الأخيرة دي كان في مسابقة ظريفة جدا بتحصل في مصر اسمها مختبر الشهرة، كانوا بيدوروا على الباحثين الصغيرين يطلعوا على المسرح يتكلموا لمدة 3-4 دقايق ويشرحوا مواضيعهم بشكل بسيط، ومن نتائج الظريفة يعني اللي خرجت انه مثلا الدحيح طلع من الغندور، احمد طلع من ضمن الناس دول، الغندور وكان كان اصلا بيدرس في الجامعة الأمريكية في تخصص علمي، وفي اول اختبار فيها ما توفقش يعني. وديك شايف دلوقتي هو من اهم المؤثرين في مجال التواصل العلمي. فالاجيال الاصغر بقت ملمة بالمهارات المتعددة اللي محتاجها الباحث، مش بس انه يبقى ملم بالمحتوى بتاعه بس، كمان انه يعرف يقدمه بشكل كويس وانه يعرف يتواصل مع الناس، وتاني الفرص واللي اتيحت من خلال منصات التواصل الاجتماعي بقت فرصة تعلم وتبادل الخبرات لا نهاية لها، وده كمان مش بس بيجيب له فرصة انه يوصل للناس، لا كمان يقدر يسوق شغل بتاعه ويقدر يجيب تمويل لأبحاثه سواء اللي بتتم في مصر او انه هو بيجري أبحاثه بالاشتراك مع جامعات بره او هيئات دولية بره. فالأجيال الأصغر دلوقتي اكثر وعيا بتحديات المستقبل واكثر الماما بالمهارات المتعددة اللي لازم يكتسبوها، ومن ضمنها طبعا التواصل العلمي. بتشوف الى اي مدى يعني احنا مواكبين من في التخصصات المختلفه بعدد الباحثين اللي عندنا بعدد الاسهامات العلميه الموجوده المصريه، الى اي مدى احنا قادرين نكون مؤثرين في الجوانب العلميه المختلفه عالميا ومحليا، ونقدر نخرج مخرج علمي جيد من غير ما نقول لا ده احنا زمان كنا، لا ده احنا مش عارف مش مواكبين، الكلام اللي بنسمعه احيانا، وبحس ان هو بيبقى عشان الناس مش بتقدر تبقى ملمه قوي بكل التفاصيل بتاعت كل المجالات. يعني في اسهامات، بس انا طول الوقت بحس ان مش كفايه، احنا اكتر من 100 مليون، فال 100 مليون يعني 100 والتلتين الشعب شباب، ففكره الرهان على المستقبل والافكار وما الى ذلك، انا بحس انه اللي موجودين مؤثرين ومحققين نجاحات سواء على النطاق المحلي او الاقليمي، سواء موجودين في مصر او في غير مصر، هم في الاخر مصريين وبيقدروا يحققوا تواجد واسهامات كبيره، بس العدد مش، ما بحسوش نسبه وتناسب مع تعدادنا، مش كفايه. بتمنى يعني في ظل ان بقى في دلوقتي في مصر جامعات اكثر تخصصا في مجالات زي الذكاء الاصطناعي او العلوم المتقدمه، انه يبقى في
تركيز أكتر على الأجيال دول إن هم يبقى ليهم إسهامات سواء على النطاق البحثي أو التطبيقي أو صناعة وكده. طيب إحنا كنا لسه بنتكلم عن التنسيق وبداية التنسيق والثانوية العامة وما بعد الثانوية العامة، ده بالتأكيد يودينا للمناهج اللي بالتأكيد طبعا مرتبطة بمسألة الأبحاث العلمية عشان نشوف بعد كده باحث علمي وحضراتكم تستضيفوه أو يكون عنه مقال أو خبر أو غيره. حضرتك شايف ازاي المناهج موجودة حاليا تقدر فعلا انها تخرج الباحث اللي انا بتكلم عنه؟ الرهان مش على عارف ان حد ياخد مسار يعني ثابت ان هو زي ما بيطلع سلالم السلم ده وبعدين سلم ده. العلوم بتتكامل بشكل غير يعني مبهر، ففي ناس ممكن تبقى بتعمل بحوث في الزراعة وبعد كده تركز قوي على الجينات وبعد كده تركز في بحوث الجينات دي فتدخل في مجالات تانية. دكتور إسلام حسين مثلا هو كان كلية طب بيطري وبعد كده ركز على الفيروسات وبعد كده بقى من أهم العلماء والباحثين في الولايات المتحدة في مجال الفيروسات ودراسة الفيروسات. فأنا بحس أنه مع التطور المتلاحق اللي بيحصل في الدنيا سواء على نطاق التكنولوجيا وعلوم الاتصالات أو البحوث الطبية أو العلمية في تكامل ما بيحصل، ومش دايما الطريق انه حد دخل في مجال فلازم يكمل، مش حد مثلا دكتور هيبقى دكتور مدى الحياه، لا، فرص انه الناس تتعلم باستمرار وانها تعمل شيفت في الكارير بتاعها وتدرس حاجات مكمله لتخصصاتها. هو انتوا بتتعلموا في كليه علوم ولا ايه؟ ما ضيفتنا اللي قبلك كانت علوم برضو كانت تتكلم في نفس النقطه. علوم صحيح. لا يعني التعلم باستمرار والرهان على انه الواحد يعني لازم يعني يبقى عنده خبرات مختلفه. مثلا من ضمن الحاجات اللي مبهره جدا لما بتلاقي ناس بتدرس على مواضيع الشعاب المرجانيه بتبقى حاجة إضافية لو هو بيعرف يغوص فملم برياضة الغوص وملم بده فبيقدر ان هو حاجة تكميلية بالنسبة يبقى عنده مرونة كمان عنده مرونة للتعلم ودي بالزبط. ودي في حد ذاتها يعني جزء مهم جدا في أي شخصية علشان يعرف ينتقل لنجاح ما يتطور. أو لهدف ما ويتطور في المجال اللي هو بيشتغل فيه. نورتنا وشرفتنا ومبروك على الحوار المميز. يعني أعتقد من الصحفيين القليلين اللي يجمعوا ثلاث علماء لنوبل في حوار واحد، يعني فموفق دايما. أستاذ أشرف أمين رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام كان ضيفنا النهاردة، واختم حلقتنا في يوم سعيد. بكرة الساعة 8 نقابلكم حلقة جديدة. إلى اللقاء. باي باي. شكرا لك يا علا، يومك سعيد. مستمر على شاشة المحور بكل فقراتها. مع السلامة. Thank you.